النهارده هناخد مع بعض نكمل الكوميشن او في عمل سبايراتري ترانس وهنبدا الكوميشن بتاع 50% مباشر كمان كان اكل عيش ده كابتن الانف والاذن والحجنجر ابنسولايتس لكن لو دي اكل عيشهم الالرجيك رايتس اند الالرجيك نيزل بوليك لان هم دلوقتي بيشتغلوا تكنيك انا شرحت النوبه اللي فاتت اسمه فانكشنال ديسبوتيك سايكل سيرجن ناو دي The common important clinical topic to ENT is allergic rhinitis and allergic nasal polyp. يعني 60% من البشر 60% دي مش نسبة قليلة 60% من البشر لازم يبقى عندهم allergic rhinitis. So, allergic rhinitis لازم تاخدها مع allergic nasal polyp. لان دي الكونسيكونس السيكوالي بتاع الالرجيك رانكس الالرجيك رانكس ديزيز ولا حاجه في كليه الزراعه طالما ديزيز لازم نبدا بيه ديفينيشن الالرجي نوعين لا اما تاكل الجسم كله ودي سموها انافلاكس لا تبقى لوكالايز ودي سموها ادبي لو جيت قلت لك الالرجيك رانكس بالمخ كده دي جنرالايزد ولا لوكالايزد سو واتس الالرجيك رايتس الالرجيك رايتس از اتوبيك ديزيز اللي هو اميونو جلوبولين اي ميديتد رياكشن في حته فين الحته في النوزل ساينس بسبب اكسبوجر تو الالرجين الالرجين ديفرنت تايب هقولهم دلوقتي سو الديفينيشن للباثولوجي ما بتحفظش وانما هي كلاسيفيكيشن الالرجيك رايتس اتوبيك ديزيز يعني ايه اتوبيك يعني لوكالايز تايب 1 هايبر سيستيميك اميونو جلوبولين اي بسبب التعرض لالرجين اللي هي ديفرنت سبستنس حضراتكم الايديولوجي بتاعت ايه الحاجات اللي معظم البشر حساسين منها the common thing ان البشر حساسين منها اللي هو الالرجينز از بولنز تعرف البولنز حبوب اللقاح ودي تبقى مشهوره قوي في الربيع يس فعشان كده بره زمان كان الالرجيك رايتس كلينيكال ما بيسموهاش الالرجيك رايتس الالرجيك رايتس از باثولوجيكال ده بره بيسموها ايه الحلاوه دي مين اللي قال سموها هي فيفر حمى القش لان حضرتك وقت ما بيش القش بيطلع بيكون النبات خلاص اكتمل نموه وطلع ديس بوينت فبره بيسموها هي فيفر هي يعني حمى القش يس This is the comments في أي دولة في العالم تلاقي الناس يحصل لهم المشكلة دي في الربيع عكس معظم الأبر ريسبيراتوري تراكت انفكشن الأبر ريسبيراتوري تراكت انفكشن كومن إيه؟ إيه الحلاوة دي؟ ليه بقى؟ إيه؟ والله بتقول صح إز أي لأن الإنسان لما بيتعرض للهواء المتلج يحصل له فاصل ريستراكشن مين اللي في النوز والساينس فبيحصل لوكالايز ديكريز اوف اميونيتي فده السبب بالاضافه ان الفيروسات تبقى فايبل الفيروسات ليست كائنات حيه يعني مور انفكتيف بيتحافظ عليها ان هي تتنقل من انسان لانسان في الجو المتلج حد فاهم حاجه؟ فما بنلاقي ان واحد بيزكن في الصيف في الربيع دي لوحديها كده انديكيشن ان ده عنده الرجيك رايتس ما بتشخصها الا كده لان الرجيك رايتس ما بناخدش بايبسي ولا نيله بنعرفها بالهيستوري الراجل ده مزكم ومناخيره مسدود نفس اعراض الكومن كولد ولكن بتحصل في الربيع دي الكريتيك The commonest allergen is pollen يليها بعد كده الجراس الجراس اللي هو الحشيش نفسه او الكلام ده في الناس اللي هي كانت كومن يعني وصفوها كده بيسموها جولف بلاير رايتس الناس اللي بيلعبوا الجولف عشان بيبقى فيه ما عليه الدست التراب نفسه ده مشهور جدا في الجو العام على اقصى مصر التراب بس التراب عندنا يعني معظم المصريين خلاص اتعودوا عليه المايتس بس مش مكتوب عند التراب المايتس
المايتس دي نوع من انواع الحشرات بيعتبروها كده، بتبقى موجوده في خلايا التكييفات ناود ايه، وموجوده في السجاد والكلام ده كله، فالمفروض ان السجاد كل شويه تنظف يعني. واكثر ناس بتصاب بالمايتس الرجيك رانكس الستات، يعني الستات تمسك السجاده وتقعد تنظف فيها وتفشل اللي فيها فبيحصل لها ديس اكسبوجر. ايه كمان؟ طبعا ده هيعمل تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي، يؤدي الى ريليس اوف برايمري ميديتور. خدتوا تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي اللي هو الديجرانيليشن والسكندري ميديتور اند اتسترا اتسترا. حضراتكم الماكرو ركزوا عشان ده مهم قوي. الالرجيك رانكس هي انفلاميشن في النوز، ولكن اللي يفرق الالرجيك انفلاميشن ان جنرال عن اي نوع من انواع الاكيوت انفلاميشن اللي خدتوها، مش الاكيوت بيتقسم سيفيريتي ونون والنون 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 الله يقطعكم على حسب هيطلع ايه. فاللي يطلع مخاط كتارا، اللي يطلع فايبرين فايبنس، اللي يطلع دم هيموراجيك، اللي يطلع ايزينوفيل الرجيك. ولكن بعناية هشوف الايزينوفيل. لا، ما يميز الالرجيك رانيتس ان يبقى فيه ماركت انكريز اوف بيرميابيلتي عشان طلع كيميكال ميديت اللي هو ميلين هيستامين. فعشان كده بنلاقي النزل ميكوزا از سمول اوكي، لا ده ماركت سولينج فيه، بتلاقوا الايديما رهيبه جدا الالرجيك نعرفه ديس ماركت ايديما، ونلاقي فيه اريثريما. ولكن اهم كلمه ديس ماركت ايديما، الماركت ايديما بتخليها اي حته هتلم تبقى محمره قوي، لكن في الالرجيك رانيتس مش هنلاقيها محمره قوي، بتبقى مور اور ليس بيل ريد. حد يعرف ليه بيل ريد؟ لان في ايديما عنيفه جدا، فالايديما العنيفه دي جدا بتيجي بعد شويه كومبريس البلاد فيسل اللي هي الدايليتد، ودي كلمه هتهمنا اكتر في اما تبقى ريبيتد وتعمل لنا الرجيك نيزل بارت. حضراتكم بيبقى في ماركت ميكوزا الايديما تقولها قبل الاريثريما، لان هي ما بتبقاش محمره قوي، بتبقى لونها بينك فاتحه، هم بتوع الاي ان دي كده، مجرد يحط لك نيزل سبيكيلم عباره عن مشبك كده ويبص لو لها سور الورق بس مش محمره قوي، يفرق ما بين الرانكس العاديه اللي هي كومن كوم بعدين وما بينها، معتمد على حاجه واحده مين اللي فيها تبقى محمره قوي، ماركت اريثريما مش الالرجي الكومن كوم. لان اشمعنى الالرجي بيبقى فيهاش الاحمرار الرهيب قوي ده؟ لان في ماركت ميكوزا ايديما، فبالتالي بتضغط على الكابيلر الدايليت، فبالتالي ما تخليهاش محمره قوي. ده كلينيك. تحت الميكروسكوب الموضوع اسهل، لان تحت الميكروسكوب هنشوف الرجيك انفلاميشن. ايه اللي يميز الالرجيك انفلاميشن تحت الميكروسكوب في كلمه واحده؟ الايزينوفيل. كل الخلايا المحمره اللي انتم شايفينها دي عباره عن ايزينوفيل. طيب هل الايزينوفيل از بارت اوف نومونيك اوف الرجيك انفلاميشن؟ حد فاهم سؤالي؟ امال اي حاجه مين قال لك؟ في حاجات كتير قوي. الايزينوفيل از نوت باثوجنوميك ولكن سبيسيفيك. امال ايه الباثوجنوميك الالرجيك انفلاميشن تحت الميكروسكوب؟ دي مش شرط. بقول لك مين الباثوجنوميك دي مش شرط. مين الباثوجنوميك اوف الالرجيك انفلاميشن تحت الميكروسكوب؟ الإديمة؟ لا طبعا. الاجابه بيزوفيل. بيزوفيل. طب وليه حضرتك ما كتبناهاش؟ لان حضرتك البيزوفيل صعب جدا ان احنا نفرقها عن الماكروفيل، فبناخد الحاجه اللي نعرف نفرقها بالاتش ان دي. ايه الحاجه اللي نعرف نفرقها بالاتش ان دي؟ الايزينوفيل. هي ليه الايزينوفيل الايزينوفيل؟ ليه في الالرجيك والبارازيتك بنلاقي الايزينوفيل؟ الايزينوفيل بتحتوي على الهستامينين وده الكلاي، لكن السبيسيفيك للالرجيك الهستامين وده بيطلع من البيزوفيل، ولكن ما يعرفش نفرقه في الاتش ان دي، فبناخد حاجه اقل شويه في السيستيميك ايزينوفيل. ولكن في اليو اس ام اي لو حد سالك ايه الباثوجنوميك سيل الرجيك، الاجابه بيزوفيل وليس المصل. مصل از نوت سبيسيفيك، از نوت باثوجنوميك. ايه كمان؟ وطبعا هنشوف زي ما انتم شايفين الايديما. حد فيكم شايف الايديما؟ فين الايديما دي؟ الابيض الفراغات اللي موجوده. ذيس ماركت انفلاماتوري ذيس اندر ذا مايكروسكوب. على الالرجيك رانيتس بتتميز هي الالرجيك انفلاميشن. ما يميزها سنط باثوجنومونيك سبيسيفيك، بنلاقي كميه كبيره من الايزينوفيل، وبنلاقي الفراغات البيضاء ديت ديس ايديما. مشكله الالرجيك رانيتس اما واحد يجي له الالرجيك رانيتس اللي قدامي ده، انا عنده الالرجيك رانيتس ودي صوره جراس ده بالراينسكوب،
اه عرفت منين دي الرج جرايت؟ شايفين لونها عامل ازاي؟ هل هو محمر الاحمرار بتاع الكومن كولد؟ نو ولكن بتبقى بيل ريد اللي بيسموها بينك. مشكلتها ان لو حد جاله الرج جرايت هتجيله اتاك واحده ولا هتبقى ليجن؟ هل ينفع واحد يجيله الرج جرايت ولا اتاك؟ ليه؟ لان اكيد هيتعرض لهذا الموضوع. فبيحصل ريكارنت ريبيتد اتاك اوف اكيوت الرجيك رايتس بسبب هذا الايديما والاكيوميليشن اوف ليمفوسايت وبلازما سيل وايزينوفيل هتبوظ الميكوزا زي الصوره اللي قدامكم دي. شايفين الحاجه اللي باصه ديت؟ فلازم هيحصل له الرجيك نيزل بوليب. مش هتبقى واحده، هتبقى مالتيبل. ده التكه كلها. احنا ما بنشرحلكوش الالرجيك رايتس لحاجه لان ما فيهاش كلام جديد. احنا اللي بنقوله لكم عشان ده سبب الالرجيك نيزل بوليب بعض لان هما انتيتي على بعض. يعني الالرجيك رايتس وات ذا بيست تريتمنت اوف الالرجيك رايتس؟ يا دي الحلاوه دي والله والله بداتوا يعني يا جدعان في ناس بتتكلم وتقول كلام حلو والله والله العظيم. امال بيقولوا عليكم بهايم ليه؟ صح؟ ذا بيست تريتمنت اوف اي الرجي افويد اكسبوجر تو ذا اوفندنج ايجنت. ولكن في معظم الاحيان بيبقى صعب، صعب انك تمنع التعرض له. ولكن ده العلاج الصحيح. لكن لو وانس حصل ديس الرجيك نيزل بوليفايد علاجها لازم يبقى بوليباكتومي استئصال لهذه البوليب. فبالتالي بيبقى دايما سيرجيكال. فهمتوا اللي انا بقوله؟ الالرجيك نيزل بوليب وانا متاسف مكتوب عندكم في الكتاب تحت اسم نيزل بوليفايد. حضراتكم النيزل بوليفايد دي انواع كتير قوي. هناخد النهارده اكزامبل فور اكزامبل واحد يبقى عنده تيومر ويبريزنت از نيزل بوليفايد. واحد عنده رايدو سكليروما وده كرونيك سبيسيفيك. فلازم حضرتك النيزل بوليباي اللي احنا بنتكلم عليها ديت الزوائد اللحميه الانفيه انا اقصد بيها الالرجيك نيزل بوليباي وليست النيزل بوليباي. لان عندنا 7000 سبب للنيزل بوليباي. اللي انا بتكلم عليها هي الالرجيك نيزل بوليباي اللي هو سببها ايه؟ سببها ريكارنت الرجيك رايتس. مكتوبه برضه عندكم في الكتاب ريكارنت رايتس لان هو بيتكلم عن الالرجيك. فاهمين اللي انا بقوله؟ سببها ريكارنت الرجيك رايتس. الصوره اللي قدامكم دي راينوسكوب. راينوسكوب ده جزء من فانكشن الديسكوبيك ساين سنتر. يخش المنظار ويبدا يدخلها في مناخير العيان ويبدا يشوف هذا الموضوع. لان الالرجيك نيزل بوليب بايز زي ما احنا قلنا دي عباره عن ايديميتس بروتروجن اوف ذا نيزل ميوكوزا اند ساينس وتبقى موجود فيها الخلايا الداله عليها في المكتوب ده ديفينيشن والايتيولوجي اللي هي الليمفوسايت لازم اسال اد ازام. لكن بعناية عرفت منين ان دي الرجيك نيزل بوليبار؟ انتوا فاهمين اللي انا عاوز اوصل له؟ مش فاهمين حاجه. حضرتك ان واحد يبقى عنده زائده لحميه في الانف لها 7000 سبب ولكن مفروض على دكتور الاي ان تي ان لو لقى الرجيك نيزل بوليبار ان هو يشيلها. عارفين لو هو حمار لا مؤاخذه مشخص حاجه هاخدها بعد دقيقه واحده اسمها انتو فايبروم اللي هي قالت لي نزل بالباي وحب يشيلها العنايه هيموت على الترابيزه على طول. فلازم يبقى هو عارف لازم يقرر ان دي الرجيك بالاعتماد على عينيه من غير ما ياخد بايبس. بعد ما يشيلها يبعت لنا عشان ناكد تشخيصه. حد فاهم حاجه؟ الالرجيك نزل بالباي سببها ريكرنت اتاك اوف الرجيك رايتس فهتعمل إديمة في الميوكوزا، تعمل بصصان. إديمة إديميتس بروتروجن. حضراتكم تحت الميكروسكوب ده الكرايتيريا نلاقي فيها الخلايا الدالة على الألرجي، الليمفوسايت بلازما سيل والمور سبيسيفيك إز إيزينوف. لأن الألرجيك نيزل بوليبايت تعالوا بصوا عليها جروسلي، أنتوا شفتوها قبل شوية في المنظار. الألرجيك نيزل بوليبايت في معظم الأحيان سنجل ولا مالتي؟ ليه؟ هو هيحصل له اتاك واحده عشان تحصل له هذا الموضوع؟ ببولينيه واحده، هيشيل من بولينيه واحده. ومعظم الاحيان برضه، يعني انت لو لقيت نيزل بولب واحده ده اجينست ان هي تبقى الرجي. نمبر 2 بتبقى مالتو. تعتقد السوفت ولا فيرب؟ وسوفت وفيرب دي اعرفها بالمنظار. لان بيدوس عليها، اللي هي بتيد تحت ايده ولا مش بتيد؟ تعتقد تبقى سوفت ولا بتبقى فيرب؟ ليه سوفت؟ عشان فيها ايديم. بيبقى لونها ايه؟ الكتاب كتب بينك. يعني ايه بينك؟ يعني بيل ريد. لو قلت لحد بتاع اي ان تي ان النيزل بولب اللي قدام حضرتك اهي
دي بيبقى لونها بينك هيتدفع على وشك. يقول لك لا مش بينك. تقول له امال ايه يا حبيبي؟ يقول لك بيرلي. تعرف يعني ايه بيرلي؟ وانا كتبتها اللؤلؤ، لان بيبقى لونها ابيض، لان فيها ماركت قديمه ما بيعتمدوش الا على كده، مفيش احتمال تاني. انتوا متخيلين هيجي لهم العيانين اللي هم 60% من البشر عندهم عدد جلسه البول، هيقول له هاخد لك حته صغيره وابعتها لك، ولو كانت حته صغيره ما بصيرش مش شخص. فلازم هو يقرر ان هي ايه وبسرعه ويعمل العمليه ويبعتها لنا فور كونفرميشن. انا في جلسه فاهمين على الاليرجيك ريزن بوليت باي في معظم الاحيان سنجل ولا مالتبل؟ مالتبل. والتفسير كله بسبب الماركت القديمه اللي بتحصل بتحاول ان هي تدايليوت الانتيجين. مالتبل سوفت بينك، بينك هنا صح بيرلي لونها لون بروجيكتنج فروم لينيزا ميكوزا او الميكوزا اوف ساينس، يعني النوز والساينس دي واحده واحده، الهواء بيخش في الاثنين فيهم في نفس ذات الوقت. اكتر مكان بتحصل فيه بس مش مكتوب عندكم انتروكوينا، تعرفوا ايه انتروكوينا؟ مكان الاوبننج بتاع الساينس في النوز، مكان الاوبننج اوف ذا ساينس ان ذا نوز انتروكوينا الفولي، دي اشهر حته، يعني لو لقيناها في المنطقه دي كمان موست بروبلي ذيس از اليرجي. حضراتكم الطب مش اراء شخصيه، الطب بنشخص فيه بالبارامتر، عشان اقول ان دي اليرجيك نيزل بوليب لازم يتوفر الشروط دي مع بعض مش واحده منهم. مالتبل سوفت بينك او بيرلي طالعه من الميكوزا اوف ذا نوز او الميكوزا اوف ذا ساينس. ساعتها دكتور الانف والاذن والحبانه لما يشوف كده يعمل ايه؟ لازم يشيلها. طب ليه يشيلها؟ لان لو ما شالهاش هتوبستراكت، هيحصل سكندري انفكشن وهتبدا تريكارك وعمرها ما هتجي. طب ان بتوين يعني بعد ما يشيلها لازم يمشيها على حاجات انتي الرجي عشان ما تتكررش تاني، لان هي ريكارنت ولا مش ريكارنت؟ اكيد ريكارنت. تحت الميكروسكوب ودي سلايد مقرر على حضراتكم. تعرفوا ازاي ان اللي قدامنا عندكم سلايد، عندكم سلايد اسمه الرجي ليزر بول بس فيري كومن ان ذا اكزام. حضراتكم كلاس بي يعني بيجي سلايد بجد، وكلاس اي بيجي الصور بتاعته. ده شكل الالرجيك نيزل بوليب حقيقيه بعد ما اتشالت بالفانكشن اندسكوبيك سايد سيرجري. حتى بعد ما اتشالت شايفينها حضراتكم لونها ايه؟ اه واحده ولا اكتر من واحده اللي جايبهم؟ ده بيجيب كتير، ده بيجيب ازازه مليانه كده. حضراتكم ولعلي لا القاكم بعد يومي هذا اي بوليب او بابلومه او بوليفويد ماس تحت الميكروسكوب توصف فيها ايه؟ خلى الكلام ده سي وسي سي وسي من فوق سوبرفيشال. ايه السي اللي بنشوفه؟ كفرنج. انا راضي ضميركم. ايه الكفرنج اللي هنشوفه هنا؟ هي دي بتطلع في ايه؟ في النوز والساينس. ايه نوع الابيثيليوم اللي انا اتكلمت عنه المره اللي فاتت؟ ريسبيراتي. يعني ايه ريسبيراتي؟ يعني سودو ستراتيفايد كولامنر ميوسين سكريتنج ابيثيليوم. ولكن اما نكبر شويه عليها وتشوفوا هتلاقوا ان ساعات الابيثيليوم هي مش دي ريكارد، يعني في كرونيك اريتيشن في حته زي اللي فوق دي، الحته ده سودو ستراتيفايد سليت. الحته دي ايه رايكم في الابيثيليوم؟ ما بقاش سودو ستراتيفايد، اللي انا شايفه ده سكويمس از ستراتيفايد سكويمس، يعني ممكن الاقي فيها سكويمس ابيثيليوم بسبب الاريتيشن. دي بلغه الباثولوجي بيسموها ايه؟ واهم كلمه از ات بري كانسرس؟ نو. الالرجيك نيزل بوليب از نوت بري كانسرس، رغم ان احنا بنشوف سكويمس ميتابليزي. حد يعرف ليه؟ لان الفكره كلها هنا ان الاريتيشن اللي بيحصل الرجي، الالرجي ان جنرال از نوت بري كانسرس، فمش كل سكويمس ميتابليزي بري كانسرس، والدليل عليها الالرجيك نيزل بوليب. وبشكل عام السكويمس ميتابليزي ان ابر ريسبيراتوري تراك از نوت بري كانسرس، لان السكويمس ميتابليزيا بشكل عام اللور ريسبيراتوري تراك از هايلي بريكانس. مفهوم اللي انا بقوله؟ السكويمس ميتابليزيا ممكن نشوفها اون توب في الكفرنج بتاع الالرجيك ديزل بارك بسبب الكرونيك اريديشن. واهم كلمه از ات بريكانسرس؟ نو. الالرجيك ديزل بارك الالرجي از نوت بريكانسرس ابر او لور، لكن السكويمس ميتابليزيا في اللور لو هي مش الرجي هايبر بريكانسرس. لان تاني حاجه بعد السي اللي فوق اللي اسمه الكفرنج، السي اللي تحت، حد شايف اللي تحت دي حضراتكم؟ بنلاقي فيها كور. الكور زي ما انتم شايفين بيبقى ثيك ولا ثن؟ الكور ثيك
وايت ولا تيب ناو؟ ليه تيب وايت؟ عشان الإديمة صح؟ بيبقى تيب وايت كور بنلاقي فيه ماركت إديمة ونلاقي الخلايا تدل على الألرجي. مين الخلايا تدل على الألرجي؟ ليمفوسايت بلازما سيل، لكن أهم خلية إيزان. طيب بنلاقي طبعا في هايبربليزيا اوف ذا ميوكس جلاند. الهايبربليزيا اوف ذا ميوكس جلاند دي بسبب الاريتيشن بتتكاثر في العدد ما بين الكور وما بين الكفرنج. بنلاقي ثيك بيزمنت ممبرين، ثيك هايلاين بيزمنت ممبرين. وعلى فكره دي من الكرايتيريا اللي احنا بنعتمد عليها في المساج والتحقيق اللي كتبها. يعني لما نيجي نرجع شويه، هرجع لقبليه، ادي لما نيجي نشوف، بس هتاخد وقت. الكفرنج ريسبيراتوري، الكور ثيك وايت ايديميتس، بنلاقي فيه ايزينوفيل وماركت ايديما، وبنلاقي فيه هايبربليزيا اوف ذا ميوكوزا جلاند. ولكن تلاقي البيزمنت ممبرين بتاع الكفرنج الثيك هايلايت محمر. حد يعرف ايه ليه البيزمنت ممبرين في حالات الالرجي نزل بوليفاي بيبقى ثيك اند هايلايت؟ شاطر يا دكتور. ايه نوع الانتي بودي اللي بنشوفه عند البيزمنت ممبرين؟ اميونو جلوبولين اي. لان الاميونو جلوبولين اي بيتكون بكميات كبيره، والاميونو جلوبولين اي اللي ما يعرفش اذا بروتين، ولو اتكون بكميات كبيره يحصل لهم مصفوفه ويبدا يترسب في البيت. ده نوع في ناس كده بس مسنومه، في ناس بيسموه اميلويد ديبوزيشن. اتس نوت اميلويد، لان حضراتكم اتس لوكالايز اند مايكروسكوبيك. فبالتالي بنلاقي ثيك هيلوز بيزمنت ممبرين، لان الميلوجلوبولين اي بيتكون في الحته دي كتير، فبيبدا يلزق على البيزمنت ممبرين فتلاقيه محمر. ودي دي باثوجنوموليك. دي لو تيجوا تبصوا هنا كده، دي الرجيك ليزر بورب اللي احنا بنجيبها. بصوا تحتيه كده، حد شايف حته محمره قوي كوندنسنت تحت تحت الريسبيراتوري ميثيليوم؟ الحته اللي محمره ده الجزء ده اللي هو السيلر ده. This is the thickened hyalose basement membrane. دي نحلف عليها، نحلف عليها ان دي الرجيك النيتش. ايه كمان بعد الكلام ده؟ كومبليكيشن. ايه المشكله يعني ان واحد يبقى عنده الرجيك ليزر بوليفاي؟ ده حتى حلوه، عنده زوايا لحميه كده في مناخيره راجل شنطر واخر حلم. لا مش حلو، لان القاعده بتقول اي بولب او بابلومه ترقعوا فيها كومبليكيشن واحده في الاول، هما ثلاثه كومبليكيشن هي بولب، فبالتالي هتروح قافله اليومن فهتعمل نزل اوبستراكشن. وانس ان حصل نزل اوبستراكشن هيحصل سكندري انفكشن، فالموضوع مش هيخف، هتبقى تقعد تريبيت 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 كده كرونيك نون سبيسيفيك. ايه كمان يحصل تاني حاجة على البوليب؟ ألسريشن، فيحصل بليدنج. البليدنج هنا هنسميه إبستاكسس. الإبستاكسس بيسموه فصل الدم، إن واحد ينزل دم من مناخيره. إتس فيري كومن. آخر حاجة تشينج مالينجنت. أي بوليب أو بابيل هيمر علينا 36 بوليب في المنهج، لو حد يألف الكومبليكيشن بتاعتها هم تلاتة: أوبستراكشن، أوبستراكشن، ألسريشن، أند مالينجنت ترانسفورميشن. حضراتكم هل الالرجيك نيزل بولب از برين كانسرس؟ فما ينفعش نقول، فهما يبقى الكومبليكيشن اتنين: بتحصل نيزل اوبستراكشن سكندري انفكشن، نمبر 2 ان بيحصل ألسريشن يؤدي الى ابستاكس. اللي قدامكم دي عمليه الاستئصال، لان احنا بنستئصلها في معظم الاحيان مدور انستيزيا او بلوكال انستيزيا، بنستئصلها ببوليبكتومي سنير البتاع اللي انتم شايفينه زي المقص اللي ما بيقصش ده، بنروح ماسكينها ونلف نلف 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 لحد ما تروح واقعه لوحديها. ده توقعوا، اعمل لكم ابلكيشن تتوقعوا ما بيشيلوها العيان بينزف بكميه رهيبه ولا ما بينزفش؟ يعني اما بيشيلوها كده بالفك يقعدوا يلفوها 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 فهي تروح واقعه لوحديها. بيحصل له سيفير بليدنج ولا ما بيحصلوش؟ ليه ما بيحصلوش؟ يعني لو دي اتر فايبروم اللي هاخدها دلوقتي وعامله بول وراح قاعد يلف 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 وراح همشها، هيحصل عيان ايه؟ هيفلوس. ليه بقى حضرتك بيشيلوه دي بالطريقه دي من غير ما العيان ينزف؟ لان في ايديمه. الايديمه عامله ايه على البلاد فيز؟ ضغط عليها، فبالتالي ما ينزفش. لو هو حمار والعياذ بالله وشاف ان دي شخص يعني في عيل صغير لقى المنظر ده ما خدش باله منها وراح راعي التشخيص في دماغه ان دي الرجيك ودي انتي فايبروما وعمل الحركه دي، الواد هيجيب منه عفراميس. مفهوم اللي انا بقوله؟ This
if the allergic rhinitis and allergic nasal polyp. نوع مضيئة مهمة. الallergic rhinitis والallergic nasal polyp is very common. لأن بت affects كيف أنا لو أحط امتحان فرسبيرات في القمر هجيب allergic nasal polyp. لأن ده very common وعندك في العمل. تحت الميكروسكوب ايه الخلايا السبيسيفيك؟ ايزينو وليس بافوتنومون. تحت الميكروسكوب ايه الحاجة اللي يتحلف عليها دي allergic nasal polyp؟ لكن هنوز بس بريل وشرحته من ديتيل. اهم معلومة في الام سي كيو، هل الالرجيك نيزل بوليب بيحصل فيها سكوماس ميتافيزيا؟ ولكن هل هي بري كانسرس؟ نو. القاعدة بتقول السكوماس ميتافيزيا ان جنرال في الابر ريسبيراتوري تراكت از نوت بري كانسرس. سكوماس ميتافيزيا اللور ريسبيراتوري تراكت از هايلي بري كانسرس. اتفقنا؟ كده خلصنا الالرجيك نيزل بوليب وناخد حاجه زيها لانها بتبريزنت برضو از بوليب حاجه اسمها ادينويدز. هل الادينويد از اورجان؟ عارفين ليه سموه ادينويد؟ ادينويد ادين يعني جلاند وايد شبه وهم بيقولوا شبيهه بالغده. نورمالي ما عندناش اناتوميكال ستراكشر اسمه ادينويد. امال احنا عندنا ايه؟ عندنا حاجه اسمها البلداير رينج اوف ذا بوينت تيشو. تعرفوها ايه البلداير رينج دي يا شاطرين؟ البلاتاين تونسل في النص، لينجوال تونسل تحتيها، وفي الليمفويد تيشو ان بوستير وول اوف نيزوفالكس. دي عباره عن سيركل يسموها سيركل اوف مين؟ بلداير. يس حضراتكم الادينويد ده ديزيز ولا حاجه كل زراعه؟ فلازم نبدا بيه. الادينويد دينوتس تعني هايبربلازيا او هايبربلاستيك ليمفويد تيشو ان ذا بوستير وول اوف نيزوفالكس. في الحته دي اللي ممكن تكبر قوي وتبص في النيزل كافيتي، فلو راح عند حيوان هيشوفها از بوليب. وفي ناس والله في دماغها ان مفيش بوليب بتطلع في النزل الارش نيزل بوليب ويحاول يقطعها والواد يموت، لان ده مرض العيال الصغيرين. الادينويد دينوت هايبربلاستيك ليمفويد تيشو اند بوستير وول اوف نيزوفالكس بسبب كرونيك انفكشن اند ديزيز. لازم البارامتر دي ديزيز ان انفنت اند تشيلدرن. ليه بقى؟ لان العيال الصغيرين في الدول العره وعلى راسهم مصر، تشوف العيال الصغيرين بيبقى عندهم ريبيتد ابر سبيراتوري تراكت انفكشن. يعني العيال ماشيين في الشارع معفنين، الوقت تلاقيه ماشي وبربور ونازل بربور ونازل. ده دليل على ايه؟ اطلعوا ماكلوا البرامج بتاعتكم عشان الناس مش تعرف بعض. لا يمسك بربور كده وروح ماكلوا. طبعا البرامج كده كتير بقى بياكلوا البرامج وقتها. طبعا دي الخيال اللي هي دي. حضراتكم اصل انا شايف ناس قرفانه قوي. انا بحب بس اكد المعلومات. اوكي. يا المهم الادينويد مشهوره في الدول العربية. العيال الصغيرة لأن دول عندهم كرونيك انفكشن في الأبر ريسبيراتوري تراكت، والأدينويد واحدة من البلداير رينج، فبالتالي هي حيل البلداير رينج، فبالتالي على طول بتبقى انفلين وبتبقى بيحصل فيها هايبر نيت عشان تموت الكمية الرهيبة من البكتيريا. عيل تاني الأدينويد دينوت مفيش أورجن يجي سبيل اسمه أدينويد. الأدينويد از ديزيز. الأدينويد از ديزيز سيمبلي بلغة الباثولوجي This irritative hyperplasia. مش عارف خلي الirritative hyperplasia اللي الليمف نود كبيرة بسبب infection. لا الأدينويد نفسها مش بدي infect ولكن بدرين infect الآلي. الأدينويد دينود hyperplastic reactive lymphoid follicle in the posterior wall of nasopharynx due to chronic irritation infection especially in infant and children. يعني لو جالي واحد دلوقتي في سن حضرات ولقيت عنده الليمفويد تيشو في البوستير وول اوف نيزوفالكس هايبر بلاستيك يعني عامله ماس، ساعتها اقول عليها ادينويد ابقى احمر. عارفين موست كومن اللي هيطلع ايه؟ ليمفوما باي ديفينيشن. كده لو لقيت ادينويد في سن كبير كلينيكالي من غير مايكروسكوب دي ما تبقاش ادينويد، دي تبقى ليمفوما اندر جروب اذر وايز. فهمتوا؟ مفيش ادينويد في سن كبير بعد البلوغ مفيش ادينويد، لو كبرت ديز ليمفوما تيومر. مفهوم؟ حضراتكم بعد الديفليشن الانفكت على طول عشان نخلص.
الادينويد على فكره بتاثر على الناس بشكل عظيم جدا. الادينويد ديزيز للعيال الصغيرين ولا الكبار؟ العيال الصغيرين. اخطر كومبليكيشن للادينويد مش مكتوب عندكم خالص، لان احنا كتبنا الحاجه الباثولوجي اللي احنا بنشوفها. العيال بتاع الادينويد الايفكت بتاعها مش الكومبليكيشن، ان الواد وهو انفنت وهو صغير هيبقى الواد الادينويد دي طالعه في البوستيرو وول اوف نيزو فاركس، فبالتالي لما هتكبر هتلاقي قدامها مين؟ البوستيرو نيزال كوهينا. حد يعرف البوستيرو نيزال كوهينا؟ فتحات المناخير من ورا. فهل الواد ده من هو صغير يعرف ياخد نفسه من مناخيره؟ امال ياخد نفسه من ايه؟ فبيسموه ماوس بريدر. ومن هو صغير بيتنفس من بقه، من بقه على طول، فبالتالي شكل وشه نفسه بيتغير. فبنشخص العيال الادينويد، وفي كتير قوي ادينويد على فكره قاعدين قدامي بس انا مش هقول عليهم، بنشخصهم على طول من وشهم اللي عندهم ادينويد فيشس. مش الفكره ان الادينويد وشه كده، الادينويد فيشس عشان توصفوه بيبقى يسموه رابيت فيس. رابيت فيس عامل زي وش الانف، ده كلاسيك ادينويد فيشس. وما يكبر ما بيتصلحش، بيبقى عيال كتير ادينويد، وهقول لكم دول بيتبهدلوا ازاي. دي كلينيكال ازاي تشخصه من بعيد. الادينويد فيشس سهله قوي تحفظه، لان الادينويد فيشس دوت من زمان مش عارف ياخد نفسه من مناخيره، فبياخد نفسه من بقه، فصاحي نايم عمال ياخد نفسه من بقه. فتشخصه ازاي؟ تبص عليه من بعيد، تعتقد في اي لحظه هتبص عليه تلاقي بقه مفتوح ولا مقفول؟ ليه مفتوح؟ بياخد نفسه منه، فتلاقي اوبن ماوس. حلو. وعشان يقلل الريزيستنت للاير بيبقى على طول رافع الابر ليب. ليه ده عنده بتبقى فايبروز؟ فيبقى عنده شورت ابر ليب. اما يبقى عنده شورت ابر ليب بس بقى، اما يبقى عنده شورت ابر ليب يبقى السنترال انسايزر بتوعه باينين، بروميننت سنترال انسايزر دايما هنشوفه. ودي مش من علامات الجمال ولا ليه، ده علامات الهبل. حلو. طب ما انا ممكن اعمل الحركه دي، ممكن اقلد ادينويد اهو. لا، لان انا لو عملت كده هيظهر عندي النيزو ليبيال فولد، لان انا يبقى عندي كونتراكشن عشان اشد الابر ليب. لكن ده بسبب اللونج ران فايبروز، فيبقى عنده ابسنت، يعني ده ما بيستهبلش، ده عنده ابسنت نيزو ليبيال فولد. نطلع فوق شويه نلاقي النوسترل فتحات المناخير بتاعته واسعه ولا نارو؟ ليه نارو؟ نرجع للجزمه، ضرب العضو الذي لا يستخدم بالظبط، فبتبقى نارو لان هي ما بتستخدمش. ده اسمه ادينويد فيشس. كل الحاجات دي بعد ما يكبر ويبلغ واللي انت عاوزه ما بتتصلحش، ودي مصيبه الادينويد. ليه؟ هقول بعد شويه. اول افكت، ودي كلينيكال، بتشخصوه بالادينويد فيش. طبعا مش لازم الحاجه المفتخره دي، مجرد ان التبس بارد بتاع الانسايزر ديس كاركترستيك اوف ادينويد فيس. الادينويد فيش مره ثانيه اوبن ماوس، بيبقى فيه عندي بروترودنج سنترال انسايزر شورت ابر ليب، طب ما بيستهبلش، ابسنت نيزو ليبيا فوق، نارو نيزل اوبن. مشكله الادينويد ان هي كانها بولب، فبالتالي لما تبقى طالعه بتعمل اوبستراكشن، فبالتالي بيحصل لها سكندري انفكشن، والسبريد اوف انفكشن يوصل لاي حته، يعملوا اوتايتس ميديا كل شويه، يعملوا تونسيلايتس، يعملوا فارنجايتس. فمين اللي انا بقوله؟ ايه اكتر كومبليكيشن الادينويد؟ انتوا عارفين الادينويد ديت معظم الستات ما بتشتكيش ان الواد ابنها عنده ادينويد، لان ما تعرفهاش. بتيجي تشتكي من شكوى غريبه، حد يعرفها؟ شخر. ما هي بتبقى نايمه وبتشخر اكتر منه. بتشتكي من شكوى غريبه، بتشتكي من ان الواد ابنها عنده نكتورنال انيوريسيس. تعرف يعني ايه نكتورنال انيوريسيس؟ بيبلل السرير بالليل، بيعملها على روحه بالليل. تلاقي الواد وصل 9 سنين و10 سنين وما بيتحكمش في التبول. هو المفروض الانسان يتحكم في التبول امتى؟ على حسب ايه؟ والله اللي قال على حسب بيفهم يعني، بس هو شكله واخدها قاعده يعني. يعني ليك مستقبل في التلفزيون فعلا. على حسب مين اللي بيتحكم في التبول اسرع، الاولاد ولا البنات؟ البنات. البنات بتمسك نفسها. امال ايه؟
ده الولاد ده هبل. انت متخيل حاجه؟ البنات بتتحكم في التبول غير اللي على الاولاد. 30 سنتين الاولاد تلاقيه شحط كده وبيعملها على روحه عادي، ما بتزعلوش يعني، شيء طبيعي. ولكن يوصل ل 15 و20 سنه وبيعملها على روحه، ده مش طبيعي يعني. الفكره تلاقيه في دايما الاولاد بيتحكموا في التبول على 4 سنين 5 سنين، البنات سنتين ممكن وسنتين ونص. دول بتلاقيه وصل 7 سنين وبيعملها على روحه. ليه؟ ايه علاقه الادينويد بالكلام ده؟ الادينويد ده بياخد نفس من بقه. ربنا خلق النوز عشان يقلل الريزيستنس للاير انتري عكس ما انتم متخيلين. فبالتالي ده بيبقى عنده سام سورت اوف هايبوكسيا. والهايبوكسيا بتعمل ايه الاسفنكتر؟ طيب عشان كده بيروح بيتبول على نفسه. يعني واد يجي لك بيتبول على نفسه من الام بشكل ان هو كبر وبيتبول على نفسه، اتاكد ان ما عندوش ادينويد. بس المشكله مش في التبول على نفسه، المشكله الواد ده مخه بيتكون وهو عنده هايبوكسيا، فالمخ بتاعه بيبقى ايه؟ ضل. لا مش للدرجات يا ابراهيم، ما تخش على نفسك كده، بيبقى ضل ضل. تلاقي الواد بقى غبي، عارف الان غبيه، وده فيري كوم. وعشان كده انا في كتير من الناس يجوا يسالوا لي اسئله ما بحاولش اشرح، هي كده هناخدها بعدين. انا ببص على شكله، انا شايف ان هو ادينويد قدامي، هستحمل اقعد يعني اعمل ايه؟ ينفع؟ فاهمين؟ من اول يوم كده كان في ناس هم يتفكروا معايا، كانوا بيسالوا على حاجه بعدين يا بابا بعدين يا بابا بعدين عملوا ايه؟ فدايما بتلاقيهم متخلفين يعني في الدراسه، مش متخلفين عقليا. وده بسبب الادينويد، لان الحاجات دي كلها لان المخ ما تكونش اندر نورمال كونديشن. فاهمين؟ ايه كمان؟ خدنا على فكره مرض قبل كده بيأثر برضه في تكوين المخ. الريكتس، فاكرين الريكتس؟ بسبب الكريو ديمس وبسبب البوسنج والكلام ده بيقول العيال عندهم ميتال دانس. الادينويد كاتيجري ايه؟ الادينويد از ديزيز يتميز بهايبر بليزيا او بالوايت مولكيول المستير وولف نيزو فارنكس حضراتكم بسبب ريبيتد انفكشن ان انفنت اند تشيلدرن. علاجها ايه؟ هل العيال اللي عندهم ادينويد ويكبروا بتفضل عندهم ادينويد؟ لا، بيحصل لها اتروفي. ولكن اما نعملها نعملها وهو عيل صغير، ودايما ما بنشيلش اللحميه لوحديها، دايما بنشيلها ونشيل معاها. نشيل من الاول؟ اللوز ولا اللحميه؟ والاجابه نشيل حضرتك اللوز الاول. طب ليه ما نشيلش اللحميه الاول؟ ولا فاهمين اللي انا بقوله يعني؟ اللحميه دكاتره بتتشال بهذه الطريقه، ان دايما هو عنده كرونيك انفكشن، فيبقى عنده كرونيك نان سبيسيفيك تونسلايتس وعنده ادينويد. نخش الاول نشيل اللوز، وبعد ما نشيل اللوز ده، اللوز لما بنشيلها بنعرف نخيط البلاطين ارتري، او هو في العيال الصغيرين ضعيف نعمله كومبريشن. لكن الادينويد هنوصل لها ازاي؟ نشيل اللوز، وبعد ما نشيل اللوز نجيب عندنا اله بتبقى عباره عن مقص، بس المقص ده في زاويه 90. المنظر اللي قدامك شايف المقص ده؟ ده حاجه كده زي المقص عامله كده، بيروح مدخلينها في زور الواد، هي كده هتخش في البوستيرو هول اوف نيزو فارنكس من ورا، بندخلها مفتوحه فتروح ماسكه الادينويد، وبعد شويه نروح قافلينها ونروح هوب شادين. يبقى كده في بليدنج سيرفيس ولا مفيش؟ في، هينزل بسهوله خالص بنفس السنير اللي احنا شدينا بيه، نحط فيه جوز، جوز اللي هو شاش يعني، وندخلها وندوس على الحته دي لمده 5 دقائق، فبالتالي النزيف يقع، وبالتالي نمشي الوقت. لو احنا عملنا العكس يعني رحنا شايلين له اللحميه وساعتها عملنا له وقفنا النزيف وبدانا نشتغل في اللوز، هينزف تاني ويموت. اما يجي حد يشيل اللحميه مع اللوز بيشيل من الاول وبعد كده بيشيل اللحميه. اتفقنا؟ اللحميه ما بتشتغلش الا بهذه الطريقه، يعني ملهاش بلاد فيسل باسمها، فبتتشال باي ادينيدكتومي باي لايت بوليبكتومي، زي بالظبط البوليب يعني، بس ما اعرفش اللف طبعا. طيب في بقى كرونيك سبيسيفيك انفكشن، كل دول كانوا اكيوت وكانوا نون سبيسيفيك. دلوقتي هاخد كرونيك سبيسيفيك انفكشن. الكرونيك سبيسيفيك انفكشن الوحيد اللي عندكم هو اسمه راينوسكليروما. اكتبوا عليه طبعا من غير ما اقول اكتبوا عليه، هو كاتيجري نظري.
وجار عندنا جار منه وسلايد وسلايد فيري كومن في الامتحان حضراتكم مرض اسمه راينو سكليروم دلوقتي مبقاش حد يسميه راينو سكليروم وبقى يسموه سكليروم بسبب هذا المرض يقال ودي معلومه غير صحيحه ان نابليون كسر مناخيره من هو بسبب هذا المرض المصريين بيملكوا اكبر يعني المصريين يعتبروا اكبر تاني ناس عندهم حجم مناخير بالنسبه لمساحه الوش يعني المناخير بتاعتكم دي مش طبيعيه وبتحكي اكيد يعني واي فنان او فنان اول حاجه يفكر يعملها يصغر مناخيره ده دليل ان مناخيره كبير فاهمين حاجه؟ هل اللي المصريين بيكسبوا في مناخيرهم كبيره؟ يا الراينوسكليروما دي بناين ولا مالينا تيومر مش تيومر الراينوسكليروما ديزيز ولا حاجه تكون ازرعها؟ ديزيز حضراتكم لازم تبدا بالديفينيشن اتس جرانيولوميتس انفلاميشن اوف نوز وكانوا زمان بيسموها الراينوسكليروما ولكن دي جرانيولوما بكتيريال انفكشن هناخد اسمها دلوقتي واكيد هتعرفوا اسمها حضراتكم في معظم الاحيان البكتيريا بتبقى في النوم بس ممكن تاكستند وتاخد الفارس انا راضي طبيعي ساعتها بسمع الفارنجوسكليروما تاخد اللاركس فنسميها لارنجوسكليروما ادي اتسترا الراينوسكليروما دلوقتي مبقاش حد يسميها راينوسكليروما بقى يسموها سكليروما يعني كلمه سكليرا يعني صلب لان هنا الكونسيستنس بتاعتها بسبب فايبروزس ستوني هارت اوما لانها بتعمل سوالين سجرانيوم فاهمين اللي انا عمال اقوله الراينوسكليروما سجرانيوم انفلاميشن اوف ذا نوز ولكن في معظم الاحيان بتاخد اللارنكس لارينجو سكليروما بتاخد الفارنكس فارينجو سكليروما بعد ديفينيشن ايديولوجي الايديولوجي الكوست اوف اورجانيزم مش عندك قاعده ازاي تالفوا اي كوست اوف اورجانيزم من كل الانفلاميشن اللي هيمروا علينا الديزيز اسمه راينو سكليروما صح كده؟ في اورجانيزم اسمه راينو سكليروما حاجه؟ انتوا ما تعرفوش بس انا عارف كويس والله حاجه اسمها كليبسيلا راينو سكليروماتس الكليبسيلا راينو سكليروما اسمها كده انتوا ما خدتوهاش ما تعرفوهاش انا اعرفها لكم الكليبسيلا راينو سكليروماتس دي بكتيريا ودي ايه موطنها الاصلي؟ مصر اتس اندميك ان ايجيبت من قبل التاريخ من قبل التاريخ وهي موجوده عندنا تعرفوا ابو الهول سفنكس ابو الهول حضراتكم ده يعني في اختلافات في هو عباره عن ايه ولكن يقال ان ده وش الملك خوف على جسم اسد فاهمين اللي انا بقوله والنحات بتاع زمان ده كان فرعون والفراعنه ليسوا بعرب عشان متفقين العرب فقط اللي عندهم المناخير دليل على شيء يعني فاهمين انا برضو عاوز اوصل لكم دليل على ايه على العزه والانفع والضحك وجر الرمان عارف انت لحد النهارده بنت تشوف بنت وتقول والله لا اجيب مناخيرها الارض عندما كان ياتي العرب القديم يحارب العرب القديم في الهوجاء وكان يتمكن منه وما كانش يرضى يقطع عرقه ما يموتوش ويروح معلم على مناخيره فيتوارى يجدع انفه اشمعنى مناخيره؟ يعني العرب فقط العرب فقط عندهم المناخير دليل على شيء اما بقيه الشعوب عندهم المناخير دي حاجه بتنزل برا والفراعنه ما كانوش عرب فبالتالي اما جه النحات يعمل وش خوفه وهو كانت مناخيره كبيره فعلا فراح راسم مناخيره بحجمها الطبيعي بالنسبه لوشه اما جينا بليون الحمار الشيخ علي كان مسمي نفسه كده اللي ما يعرفش يعني نابليون كان اسمه الشيخ علي لان جه قال لهم والله انا لقيت الاسلام ده حلو وانا هخش في الاسلام ونحرر القدس وضحرك وجر رمار فشوف الازهر بتوعنا بتاع الشيخ علي ومجدد الاسلام والكلام الهاكس ده تعرفوا ان نابليون لما نزل هنا كان اسمه الشيخ علي والكلام ده؟ تعرفوش؟ فاما جه الشيخ علي ده خطب بالازهر اما جه الشيخ علي نابليون جه قال لهم يقال دي معلومه غير صحيحه اما لقى المناخير كبيره قال لك بتمنظروا علينا قمر المدفعيه وقعوا مناخيرها بالقدس بس دي معلومه غير صحيحه يعني مبدئيا عاوز اوصل لكم معلومه مناخيركم مش طبيعيه الراينوسكليروما
معمولة تكتير اسمها كليبسيلا رايبوستروماتس سيستميك بين ايجنتس. مصيبتها ان هذه البكتيريا ما بتموتش، صعب قوي ان هي تموت. مور لسه عامله زي بتاع تي بي، بس طبعا مش بقوه التي بي لان هي لوكالايز. وانس ان تيجي الماكروفيج تاكلها بتفضل جواها وتتعب الماكروفيج. هو نورمال اي خليه بتستهلك 90% من طاقتها، فاهمين؟ فبالتالي لما تتعب الصوديوم والبوتاسيوم بامب بتقل، فبالتالي بتبان الماكروفيج فومي. فومي هنا بسبب البكتيريا اللي بتتكاثر جواها، ولكن اللي تحوش ميه مش ليمت، يعني الكلسيلا ما فيهاش ليمت مش زي النبره بس النار. هنا بسبب ميه، لان استهلكت الخليه طاقتها قتل البكتيريا اللي ما بتموتش، فبالتالي صلاح هيدروبيك فيدريشن. لو انتوا خدتوا الكلمه دي قبل كده. باثولوجي حضراتكم الراينس كليروما ادي دي شكلها. احنا جايبين سبيسيمين، بس السبيسيمين دي ما بتتشالش باي بوليمبكتور، بتتشال باي كرات، يعني نوع النكاح مناخير الراجل. اما تيجي تبصوا ادي دي شكلها الراينس كليروما. في معظم الاحيان بتبقى سنجل واحده مكتبه بمنطق، بتبقى حضراتكم زي ما انتم شايفين سموك. اهم كلمه هارد، هم ليه سموها الراينس كليروما؟ هو بيخش بالمنظار يحسها بايده يلاقيها ناشفه، الالرجي بتنزل بقول كده ايه طريه. حضراتكم فيري سوفت، لكن دي بتبقى ناشفه، بتبقى سموت هارد. ليه سموت؟ عشان فايبروز بيتراكم، فايبروز جزء منها. بتبقى سموت هارد او فير نديول، نديول او نودولار ماس، يعني ماس بس باينه كانها نودولار، فبالتالي بيتكل على الله ويعمل لها كيرات. لان علاجها على فكره مش بالعمليه، هو بيعمل لها كيرات عشان حضرتك يتاكد ان دي راينس كليروما. عشان يبقى تاني طبعا بتبقى فيلي دي نيزل كبد. الراينس كليروما عكس الالرجيك نيزل بول ما بتبقاش مالتيبل، وانما بتبقى سموث هارد تو فير نودولار ماس او ماس فيلينج دي نيزل كبد، مفهوم؟ تحت الميكروسكوب. ودي سلايد على فكره الصوره بتاعت اللي فاتت ديت، شايفين الست اللي بتاعتي؟ شايفين الكائن الحي ده؟ حضراتكم المناخير بتاعته عندنا محطوطه جوه جار، شكلها كده بالظبط. فبالتالي عندكم مناخير راينس كليروما، ده جار عندكم. تحت الميكروسكوب ادي دي الصوره المقرره عليكم كلاس A في الراينس كليروما. الراينس كليروما بس بقى الراينس كليروما سيمبلي كانها بوليب، فحضرتك انت بتشوف فيها ايه؟ الابيثيليوم في معظم الاحيان بيبقى ستراتيفايد سكويمس نو، بيبقى ريسبيراتوري، ولكن بسبب الريديشن ممكن يبقى سكويمس. هل هي بري كانسرس؟ نو، سكويمس بتبنزل ابر ريسبيراتوري تراكتس نوت بري كانسرس، في قاعده. ايرلي بنبدا نشوف كرونيك انفلاماتوري سيل اللي هي عامله هذه الجرانيلوما. اي جرانيلوما مين الانفلاماتوري سيلز اللي بتعملها؟ بس الماكروفيتش هنا لها اسم بيسموها ميكوليك سيلز. تعرفوا مين هم الميكوليك سيلز؟ ادي اللي قدامكم دول ميكوليك سيلز، كبرنا عليه. الميكوليكس ده اسم الخواجه، وطول عمري اعرف الميكوليكس 3 ام اسمها ميكوليكس، ميكوليكس بحرف الام لانها عباره عن ايه؟ ماكروفيتش بحرف الام، ام جواها ميه بحرف الام. والله ما بهرب. الميكوليكس سيلز والله هي كده، مش احنا قلنا ان الكلسيلا راينس كروماتس بتتكاثر جواها فبتقلل الـ ATP اللي فيها، فالميه بتتحوش فيها. الميكوليكس بحرف الام هي ماكروفيج بحرف الام، الكلبسيلا بتتكاثر جواها فتؤدي الى هيدروبيك ديجنريشن بحرف الام. باختصار هي فومي ماكروفيج اللي بيبقى جواها، انا ما بكتبش الهيدروبيك لان هو ما كتبوش، هي عباره عن فومي ماكروفيج انسايد في كلبسيلا بروليفريت. هي ماكروفيج ودي باثوجنومونيك. This is the most predominant cell. محدش من انتوا عارفين في العمل هتشخصوها ازاي؟ من بعيد باللو باور، لان عمره ما حد فيكم اللي يجيب هاي باور في العمل يصدر. مش عشان احنا ما بنسمحلوش، عشان انت مجرد تجيب الهاي باور وتقعد تدور
راحوا الخمس دقايق لان انت عندك في الاسلايد خمس دقايق شخصوا تكتب كومنت. فبالتالي اللي عاوز عاوز تعرف انت غلطت في السلايد ولا ما غلطتش هات الهاي بار يبقى انا اعرف انت غلطت ولا مش مهم تعالى بعد. حضرات والميكروكسان هي ماكروفيت جواها بتتكاثر هذه الكبسل فتدينا فومي ابيرنس بيننا وبين بعض. ايه سبب الفومي ابيرنس؟ هل البكتيريا نفسها؟ لا الهيدروجين جنريشن لان في خليه ثانيه ودي لسه سبيسيفيك يعني مش ما بتحصلش بس في الرايس كله بتحصل في حاجات كتير قوي. الحاجه اللي قدامكم دي لان دي مش خليه ودي خدناها قبل كده دي بيسموها الرش البودي. الرش البودي طول عمري اعرف بودي بحرف البي لان دي بتبقى عباره عن بلازما سيل لان هي بتحاول تموت البكتيريا اللي ما تموتش فبتطلع امينو جلوبلين فالامينو جلوبلين بعد شويه ما بتعرفش تخرجها براها دي بروتين وبروتين يتحوش على النودز انتراسيلولار. طول عمري اعرف الرش البودي بحرف البي هي بلازما سيل بحرف البي جواها بروتين يعني فيها انتراسيلولار على النودز بحرف البي فبالتالي بيبدا يعني البروتين هنا الامينو جلوبلين بيبدا يتحوش جواها ويقتل الخليه فتتحول انتو ادي نيوكليتد ايزينوفيليك بودي. فتحيه رشل سميتها رشل بودي وما سميتهاش رشل سيل. ليه ما سميتهاش رشل سيل؟ ليه؟ لان اي سيل لازم يبقى لها سيل ممبرين وسيتوبلازم ونيوكليس فبالتالي هل دي ليها نيوكليس؟ نو فسميتها رشل بودي. دول الاثنين السبيسيفيك لكن مين مور باكوجنومونيك مور سبيسيفيك؟ مين مور بريدومينانت بنشوفها وبنشخص بيها؟ الميجوليكس وليس الرشل. مفهوم؟ طبعا البيتوين لاقي كل حاجه ليمفوسايت وبلازما سيل وماكروفيت واللي انت عاوزه. انتوا في العمل بتشخصوها باللو باور وانس لقيت سلايد هو بيكتب لك عليه ريسبيراتوري سيستم. احنا عندنا السلايد ما بنرملكش سلايد يقول لك شخص يا حبيبي. كان زمان 10 سنين بنعمل كده. اللي نقول لك ده من الحته الفلانيه شخص. فبالتالي لو انت بتبقى عارف اللي عليك بس تشخصه من غير ما تبص. ولكن تقول لي مين؟ من بعيد تبص باللو باور وهو كاتب لك عليها ريسبيراتوري تلاقي سمول كلير سيلز يبقى الموضوع انتهى. This is rhinosclerosis. Later on كل هذه الليجن والهيل باي فايبروزس. يعني احنا لو جالنا واحد عنده رايسكلروما بس بقاله 20 سنه وما بيتعالجش وما بيتشخصش هنلاقي معظم الحاجات دي بقت فايبروزس فالموضوع يبقى صعب قوي ان احنا نشخص. ايه المشكله يعني لما واحد يبقى عنده رايسكلروما ده حتى حلو يا اخي شايفين المناظر حلوه؟ ايه المشكله؟ حضراتكم ما هي كانها بولب فاول كومبليكيشن نيزال اوبستراكشن بس هي بصراحه يعني بولب معفنه قوي فبتعمل ديفورميتي النيزال اوبستراكشن اند ديفورميتي تاني كومبليكيشن ألسريشن فممكن يبريزنت باي ستاكسس لكن اخطر منها سكندري انفكشن. الراينسكليروما كاتيجري ايه؟ الراينسكليروما عندكم جار الكومنت بتاع الجار هو الماكرو ان احنا بنلاقي سموك فير ما اقدرش اقول فير بالجار نودولار ماس او ماس سبيرنج لنيزل كابل تحت الميكروسكوب اللي هيتشخصوا بيها الماتريكس ولا الراشل؟ ماتريكس ولا راشل؟ ماتريكس. الراشل ما ينفعش تشوفها في الميكروسكوب صعب قوي لكن اللي هتلاقيها في كل حته راشل بوت. هل الراشل والماتريكس باثوجنومونيك اوف راينسكليروما؟ عارفين ايه باثوجنومونيك؟ يعني ما تحصلش في راينسكليروما؟ لا طبعا الاثنين نقطة بنومونيك. أي كرونيك انفكشن ومش راضي يخف يعني البكتيريا مش راضي تموت أشوف فيها ميكروس وأشوف فيها ديس راشل بوت. ولكن بالعرف باللي احنا نعرفه كده في النوز احنا بنعتبرها سبيسيفيك للراينس كلوب بس انتوا ما عندوش البارامتر كده. خلصنا على الانفكشنز وهنخش على التيومرز بتاع الابر ريسبيراتوري تراكت. ضربانكم بيعملوا ايه؟ التيومرز of the upper respiratory tract هناخد واحد بناين وواحد مالجنت. اشهر تيومر بيطلع من نيزوفارس بناين حاجه بيسموها جوفينايل انجيوفايبروما. نفسي اشرح لكم بالبلدي لان انا السنه دي يعني كتبت حاجه كده بلاش ريفرنس الريفرنس بتاعنا فعاوز افهمها لكم عشان لو حد قال لكم عليها احكي له القصه. الجوفينايل انجيو فايبروما اهدوا معايا انجيو يعني ايه؟ لسه فايبرو
الفايبروبلاست. ده تيومر مكون من البروليفريت بلاد فيسل اند فايبروبلاست. بس احنا خدنا التيومر في معظم الاحيان مونوكلونال ولا مونوكلونال؟ مونوكلونال. ازاي في الاثنين؟ ازاي في الاثنين؟ ده اجريس تيومر. اتلم يا عم ايه العكس اللي انت عملت تقوله ده؟ دي فيها الاثنين. اقول لكم اللي مكتوب عندكم وفي النهايه اشرح لكم ازاي حصل. الانجيوفايبروما is uncommon benign mesenchymal tumor of posterior wall of nasopharynx. بيطلع مكان الادينويد من البريوستي. ولكن هذا التيومر is uncommon, it's not common. هذا التيومر لو طلع ما يطلعش الا exclusively in males. ايه ده؟ هو في تيومر يفرق الراجل من الست benign mesenchymal؟ اللي يفرق في البتاع ده malignant يعني carcinoma epithelial. ده عشان الريتيش الدمز الكيف مش رقم الريتيش ما يطلعش الا اكسكلوز اللي في ان ميلز وما يظهرش الا في فتره الادوليسنس بتاعت الميل. يعني وهو صغير ما يظهرش تيومر. اما يكبر التيومر يصغر. ايه ده؟ هو في تيومر في الدنيا اسمه تيومر ويصغر؟ It's uncommon benign mesenchymal tumor of the posterior wall of nasopharynx من البريوستي. هذا التيومر حضرتك وما يظهرش الا في الميلز البويز فتره الادوليسنس. حضراتكم التيومر ده اما نيجي نبص عليه تحت الميكروسكوب ده شكله ما هو الا بروليفريتنج فايبروبلاست. عشان كده يسموها فايبروما. ان بتوين ذير از بلاد فيسل ونورمالي فورمد بلاد فيسل بس بتبقى ضايريه كبيره شويه لكن بلاد فيسل عاديه. مشكلة هذا التيومر ايه؟ مشكلته زي ما انتم شايفينه تحت الميكروسكوب. التيومر ده فاسكولار ولا مش فاسكولار؟ هايلي فاسكولار. فمصيبته كلها ان واحد حمار يخش ويشخصه الرجيك ليزر بوينت يجي يشيله يحصل له سيفير ايبيستاكس وياما عيال صغيرين ماتوا بهذه الطريقه. بلس مش مكتوب عندهم التيومر ده بيحصل له ساعات والواد نايم باوتس ان يكبر ويطلع من مناخيره. تيومر يطلع من اخير الواقع ويحصل له سيفير بليدنج زي التيومر. لو شايفين التيومر طالع زي من اخيره هو طالع من البوستيريور نيزوفارنكس يكبر ويطلع من المناخير بس وخلاص. ايه رايكم في هذا التيومر؟ ازيدكم الشعر بيت بس هم ما اتكلموش جروس. التيومر ده كابسوليت ولا نان؟ نان كابسوليت. ويحكي في قديم الزمان كان عندنا استاذ ربنا يديله الصحه لسه عايش بدل له في تعليم الجروس باثولوجي. هو اللي علمني الجروس باثولوجي اسمه الدكتور مكرم ميناء. هذا الدكتور اللي هو حكى لنا القصه ديت وناشر بيبر اوريجينال سنه حاجه و70 ان هو الانتي فايبروما كومن ولا ريت؟ جوفينايل انتي فايبروما كومن ولا ريت؟ هم ليه سموها جوفينايل؟ عشان دي ليه انتي فايبروما؟ بروليفريت بلاد فيسل اند فايبروبلاست. حضراتكم ان هو كان ساعتها مدرس 78 وهو مدرس جات له الصبح في البيوبسي حاله انجيوفايبروما. فقال للناس اللي معاه ايه ده؟ هي الانجيوفايبروما زادت ولا ايه؟ احنا بقينا نشوف ليه كتير انجيوفايبروما. قالوا له بقى لنا كتير ايه؟ احنا ما شفناش انجيوفايبروما بقى لنا بتاع سنه. قالوا السنه دي يا جدعان انا لسه النهارده شايف 9 حالات ولا 10 حالات. قالوا انت شفت فين؟ هو كان كل يوم متفق مع ناس بتوع الزولوجي، تعرف الزولوجي اللي هو بتوع الحيوانات دول بطل. اللي هو كان بيدرس حاجه اسمها بالارايتس ان بينس افراكت. بيدرس حضراتكم التهاب القضيب في الارانب رساله يعني عادي بنشوف حاجات بلد. فالبينس بتاع الارانب زي البينس بتاع البلدين. خدتوا البينس؟ البينس تحت الميكروسكوب بيبقى عباره عن حاجه اسمها كوربس كافرنوزم هو المين وكوربس سبونجوزم. الكوربس كافرنوزم تحت الميكروسكوب ما هي الا بروليفريتد فايبروبلاست اند بلاد فيسل. هو كان بقاله بيشوف ايه الصبح؟ بينس بتاع الارانب. اما جه يبص على الانجيوفايبروما هي نفس المنظر. فضاقت في دماغه فكره قالوا عليه حشاش. ايه الفكره دي بقى؟ فسر بيها كل حاجه عن هذا التيومر العجيب. قال واي نت ان هذا الانجيوفايبروما ما هي الا اكتوبيك بينس. تعرف الاكتوبيك؟ يعني كوريستوم. تعرف الكوريستوم؟ دي خدتوها. بس المشكله لازم الاكتوبيك يبقى along the way of ascend or descend. لازم حضرتك يبقى near by organ. ايه اللي جاب البينس للزور؟
فرجع للامبريولوجي وعرف ان الانسان في الاسبوع الثالث كان عباره عن ديسك طار ديسك ثلاث طبقات من غير استك اكتو وميزو اندو خدتوا الكلام ده وبالاسبوع الثالث بالظبط حصل فولدنج اوف ذا ديسك فمنطقه النيزوفارينكس جت ان اسوسيشن ويز بيوك ايه فان وينات ان في خليه من البينس ارستد هناك وبعد كده اما كبرت بدات تكبر معاه ودي تفسر كل حاجه ليه هو نار كابسوليت ليه ما بيجيش الا في البوس ليه حضراتكم التيومر ده بيحصل له باوتس اوف انلارجمنت ليه التيومر ده مين انا بقول فعلى فكره دي مش نظريه ده اثبتت ببير والناس المحترمه بيقولوا ان هو الوقت مش تيوم اتس اكتوبيك بينس واللي انا عملته انا عملت كده ومستحسن تعمله زي اسمه ميلاد تيومر انا سميته كده بقى بذاك انا مش هو اللي سمعه انا كانت في الورق بتاعي ميلاد تيومر عارفين ميلاد مكرم ميلاد مبدئيا هو ده اللي قال بس للاسف يعني لا كرامه لنبي في وطنه يعني بره في التكست بوك بيقول يحكي القصه عندنا ولا يجيبوا لك سيره يقول لك uncommon benign على نفس اللي بيقول uncommon benign قول له طب حين هو benign tumor ما يطلعش اللي في الولاد ليه هو benign tumor بيفرق فيها في الراجل من ست تتجنبوا ان هو يكتبه uncapsulated طب هو uncapsulated ليه لا مش tumor اساسا لان مين اللي بيعمل كابسولة tumor tumor ولا surrounding body اما يحصل له irritation فبالتالي هل هو حاجة foreign عشان تعمل irritation and etc etc وجد تأكيد على هذه النظرية اللي كانت نظرية في حدود 2003 لان بقى في وايد يوز اوف سيلدينافيل حد يعرف سيلدينافيل فياجرا لان دي بتشتغل على حاجه اسمها تايب 5 سايكلين جي ام بي ريسبتور هذا السيلدينافيل الابسوليوت اونلي ابسوليوت كونترا انديكيشن وافتح ورقه فياجرا لو ما عملتش يعني رجع البيت كده بص على الفياجرا اللي عندك افتح روشتة الفياجرا هتلاقي بقى ابسوليوت كونترا انديكيشن انجيو فايبروم لان لو عيل صغير عنده انجيو فايبروم وهو مش داريان وخدها هيحصل له سيفير ريفلكس لحد ما يموت وده اللي غير تماما علاجها دلوقتي مبقاش حد يعالج الانجيوفايبروما باي اكسجن دلوقتي بقى بيعالجوها بحاجه اسمها سيلكتيف استروجين ريسبتور موديليتر بيدوها حاجه زي الاستروجين فتاتروفاين زي البينس بالظبط بس بيأفويد ان هم يعملوها في السن الصغير فبيعملوها ليجنال يعني في مكانها وما بيعملهاش ما يدروش سيستميك يوز الانجيوفايبروما كاتيجوري الانجيوفايبروما ما هي الا كوريوستوم كده خلصت البيناين نيزوفارينجال تيومر واخش على المالينجنت نيزوفارينجال تيومر وبرده كاتيجوري حاجه اسمها سرطان سيء السمعه اسمه نيزوفارينجال كارسينوما لان في معظم الاحيان ما بيتعالجش سيرجيكالي ان اوبرابل من وقت تشخيصه يعني لو شخصت نيزوفارينجال كارسينوما العيان محكوم عليه بالموت الا النوع الوحش اللي فيه النوع الوحش هو اللي بيتعالج حد فاهم حاجه باللي بقولها ليه عشان اشد انتباه يا جزمه عشان تفهم النيزوفارينجال كارسينوما سرطان سيء السمعه وانس ان هو تشخص بسيرجيكالي ان اوبرو يعني ملوش علاج جراحي الا النوع الوحش منه يعني النوع الوحش منه هو اللي بيتعالج هو اللي ينفع يتعالج ايه ازاي النوع الوحش هو اللي بيتعالج هنشوف دلوقتي النيزوفارينجال كارسينوما كاتيجوري ما عندناش منها ولا سلايد ولا جار ولا ليه النيزوفارينجال كارسينوما از رير مالجنانت تيومر نيوبلاست في معظم الاحيان بيبقى ريليتد ليه اللي جالكم سؤال في الامتحان اي بي في الاينشتاين بار فيروس يعني الاينشتاين بار فيروس وده كان سؤال بيسالوه زمان يقول لك ما هي التيومر اللي ريت اللي الاينشتاين بار اللي جابه لكم الناس من اصول صينيه شايلين السنت بيجي لهم حاجه اسمها نيزوفارينجال كارسينوما ده الراجل قدامكم ده شكله ايه من اصول صينيه الناس من اصول افريقيه بيجي لهم بركة لنفوما النيزوفارينجال كارسينوما از رير نيوبلازما ومالجنا تيومر ريليتد لبشتاين بار فيروس اتس مور كومن ان تشاينيز ديسنت بيجي الناس من اصول صينيه ولو ميكانيزم على فكره وله علاقه بحاجه اسمها سي تي 3 وقصه وحكايه شغلكم خالص اللي يهمني عشان افهمكم الكلام ده ان هو تحت الميكروسكوب 3 هيستولوجيكال تايم نورمال ايه نوع اللي بيتيلا بتاع نيزو فارس سكويكس
سوسي ليس بارد سوسي مش مارد ليس ريسبيرات أشهر سبب يعمل نيزوفاريجيال كارسينوما غير الاي بي بي حاجة دكاترة اسمها اللي هم بيسموها الوود كارسينوما الخشب الناس اللي بيشتغلوا في النجارين ويشموا شارة الخشب بيردين فبيعمل ساعتها سكولس ميتابليزي بس السكولس ميتابليزي هنا بسبب الخشب سبري كانسر مش عارف مش عارفينه خش في الديتيل ده في معظم الأحيان لا فاليري التيومر يبقى تحت الميكروسكوب بهذا المنظر ده بيسموه سكويمس سيل كارسينوما طبعا دي ويل ولا بور ديفرنشيتد ويل شايفين السيل ليست دي شايفين صوالين الكنافه ودي ما لهاش علاقه بالفيروس خالص دي بسبب الريديشن بيطلع في السيل الكبير مش زباله لان في نوع تاني تحت الميكروسكوب ادي النوع انت شايفينه يا حبيبي ادي على اخر لا على طول بقى بيسهل لك ويجرم يلا تاني هيستولوجيكال فاريانت الصورة اللي قدامكم دي حضراتكم حد شايف سيل ليست كتير يبقى دي اسمها نان كيراتينايزنج سكويمس سيل كارسينوما دي بيقولوا عليها بورلي ديفرنشيت نان كيراتينايزد ولكن ما زالت سكويمس لان انا شايف لسه شويه سيل ليست صغيرين شويه كيراتين صغيرين قوي لان النوع الثالث هو الاشهر ده اللي بيسموها ليمفو ايبيثيليوم ليمفو ايبيثيليوم الإبيثيليوما هي سكويمس سيل كارسينوما. الليمفو إبيثيليوما هي عبارة عن undifferentiated كارسينوما. لما ينفعش أقول undifferentiated سكويمس أبهتم. يعني خلايا مالكنت إبيثيليوم. أما يكون عندي خلية highly undifferentiated بالعقل كده يبقى الأنتيجينستي بالنسبة لجسمنا يعني الخلية لا تشبه الأصل خاص. يبقى الأنتيجينستي بالنسبة لجسمنا سيلف ولا فورين؟ فورين. فبيبدأ تيجي الليمفوسايت البناين النورمال شايف الخلايا الكبيره دي المكعبره ديت دي undifferentiated كارسينوما فتبدا بناين ليمفوسايت تاتاك التيومر هنا الليمفوسايت از انفلاماتوري رياكشن اجينست تيومر فراحوا مسمينها ليمفو ايبيثيليوم الليمفو ايبيثيليوم كاركترستيك الاي بي في وتعرف منها ان اللي عنده نيزوفاريجيال كارسينوما ده كمان عيل صغير نيزوفاريجيال كارسينوما تحت الميكروسكوب لان ده يتحكم في مصير العيان احسن نوع من حيث الديفرنشيشن هو مين احسن نوع الكيراتينايز اللي في النص نعم كيراتينايز طب اوحش نوع من حيث الديفرنشيشن الليمفوبيثيليوما الليمفوبيثيليوما از ان ديفرنشيتد كارسينوما وبقى فيها بيناين ليمفوسايت فسموها ليمفوبيثيليوما الليمفوبيثيليوما از مالجنت وده اوحش نوع لأن لا يشبه الأصل مش احنا بنعتمد في الديفرنشيشن على التشابه للأصل ده لا يشبه الأصل خالص بس ده النوع الوحيد اللي بيتعالج ده النوع الوحيد اللي بيتعالج ليه بقى لأن ان جنرال البروجنوز بتاع نيزوفاريجيال كارسينوما وحش ولكن ان جنرال لو واحد جاله نيزوفاريجيال كارسينوما زي الصورة اللي قدامكم دي ادي واحد عنده بالام ار اي نيزوفاريجيال كارسينوما طلع في النيزوفاركس في النيزوفاركس فوق في مين المخ ورا في مين؟ سبينال كورد هل ينفع تتعالج بالجراحة؟ مع أي مالجنانت تيومر عشان أعالجه بالجراحة لازم أشيله بسيفت مارجن هاخد معايا المخ سيفت مارجن؟ أخد سبينال كورد؟ يمشي حافي يعني ولا إيه؟ أنتوا فاهمين أنا بقى؟ والله العظيم في عالم فاهمة النيزوفارينجال كارسينوما من وقت تشخيصها السيرجيكال هيئة أوبرا هتعالجها إزاي بالجراحة؟ فلا تملك سلاح تاني اسمه الراديشن ان جنرال هي ريديوسيلسل ولكن مين اكتر واحد فيها ريديوسيلسل اوحش نوع ليه بقى الريديشن ده عباره عن اشعاع نور هيشتغل على النيوكليس مين الخليه اللي ما فيهاش كيراتين خالص ما فيهاش ستاير تمنع الاشعاع ده يوصل للنيوكليس الليمفوبيثيليوم فهمتوا حاجه ولا انا بقولها عرفتوا بقى المقدمه اللي انا قلتها لك سرطان سيء السمع لان باي ديفينيشن هو سيرجيكال ان اوبرب الا اوحش نوع فيه مين اوحش نوع فيه الليمفوبيثيليوم دي اوحش نوع من حيث الديفرنشيشن ولكن من حيث الريديوسيلستيفيتي هي احسن نوع طب ليه احسن نوع لان مفيش كراتين الكراتين ده عباره عن ستاير بتحطها الخليه عليها عشان تمنع الشمس ما توصل للنيوكليس الشمس هنا هو الراديشن فاهمين حاجه نعم والله العظيم يعني لما جبتها في الصوره ما قلتلكش فيها كراتين ولكن قليل
رايك الشخص يعتبره زي ما انت عايز. يعني انا جايب صور ويجي يقول لي نانك، يعني انت عاوز تقول لي يعني العلاج بالراديشن النان كيراتينايزنج زي الليمفوميثيليوما؟ براحتك قول يا اخويا قول. حسبي الله ونعم الوكيل. السبريد بتاعها زي اي سرطان، سبريد لايف والليمفاتيك السيرفايكال ليمف نود والبلاد فيها زي الكارسينوما. ايه اللي ولا ليه؟ ان جنرال الكارسينوما سبريد بالبلاد. ايه اللي ولا ليه؟ والاجابه ليه؟ ده علاجها، علاجها بالراديشن. النيزو فارنجال كارسينوما بنعالجها بهذه الراديشن وبنبقى دايركتد على منطقه النيزو فاركس بالطريقه دي. واهم كلمه، اوحش نوع هو اللي بيتعالج، لان ده مفيهوش كراتين خالص. اوحش نوع اسمه ايه؟ ليمفو ابيثيليوم. طب ليه اوحش نوع هو اللي بيبقى فيه ليمفوسايت؟ ده ليه عندي فرنشيت، ده مش من الاصل خالص، ولا صلاة انتجينيك ستيميليشن. علي بستاكس تجميع بقى، هيمر علينا 17 موضوع بليدي وسهل قوي. في كل موضوع هنتكلم على الديفينيشن والايتيولوجي الكوزس. ده مش هنتكلم على الباثولوجي، لان الباثولوجي هو الباثولوجي اوف ذا كوزس. الابستاكس باي ديفينيشن هي بليدنج ثرو. طب والهيموبتسيس اللي هناخده بعد شويه بالاسم تعرف تاني. هيم يعني دم، تصب يعني كحه، يبقى الهيموبتسيس. كافينج اوف بلاد، طب الهيماتيسيس vomiting of blood and etc etc. الابستاكسس is bleeding through the nose. بعد الديفينيشن الايديولوجي، اما نحب ولعلي لا القاكم بعد يومي هذا، اما احب الف اسباب اي نزيف، ورقه الباثولوجي لازم يجي عليها دم، في امتحانات لازم ينزل على ورقه دم. باثولوجي نسا جراح، ما ينفعش لازم الورقه عليها دم. والله ما بهر، لو جه امتحان باثولوجي من غير دم غلط، نسا غلط، واكتر حاجه النسا، وبالذات بعد كده الجراحه. الابستاكسس نزيف ولعلي لا القاكم بعد يومي هذا، قلت هل الترم ده اما نحب نالف اسباب اي نزيف، بنقسم الاسباب ليه؟ لوكال وجنرال، جنرال ولوكال. اللي مشترك في كل المواضيع هيبقى الجنرال. تعرف الجنرال؟ الانسان بينزف من الحته دي لان عنده مرض في الجسم يخليه ينزف من كل حته بما فيها الحته دي. ايه الجنرال كوز اوف بليدنج؟ مجموعه في كلمه اسمها هبل وراس كتير بايظ. فما هو الهبل؟ الاتش 2 اتش هيموفيليا وهايبرتنش. البي فيربرا وليس باربور. ال ليمفوما ولوكيميا. والفيتامين ديفيشنسي، ديفيشنسي اوف فيتامين كي اند سي، تحط كي الاول. لوكال كوزس هنالفها كمان طبعا، نالفها اللوكال كوزس. نور الله يرحمك يا هاشم ابو وائل، تعرفوا هاشم ابو وائل رحمه الله عليه استاذ علمني خمس كلمات ومات، والله كان سابق عصره، لان حضرتك زمان ما كانش حد يقول الكلام ده خالص، بعد كده لقيناه في التكست بوك. كلاش فايد يقول كده، الامراض ايضا كونجنت تروماتيك انفلاماتيك نيوبلاستيك اذر. كان يقول كده، اما تحب تقلب اي حاجه بتمشي بهذا السيناريو. كونجنت تعالوا نطبق لوكال، يعني اسباب في الابر سبايراتري تراكت تخلي الانسان ينزف. كونجريتال مفيش، ليه على مستواك ومفيش، لان لو في مرض كونجريتال احنا قلناش في الجنرال. ايه المرض الكونجريتال اللي يعمل نزيف؟ هيموفيليا، فمالناش دعوه. تروماتيك، انا راضي ضميركم. ها ايه التروما اللي تخلي الانسان يعمل الابستاكس؟ فيست تو ذا نوز، واحد ياخد بوكس في مناخيره. ده موضوع اساسي عندك ان شاء الله في الاي ان تي في 25 صفحه. فيست تو ذا نوز، بوكس في المناخيره. تاني تروماتيك فورن بورو، فورن بودي، لان في ناس معاتيه مرضى نفسيين بيفرغوا الطاقه والتوتر، يجيب مفتاح ويقعد يلعب في مناخيره صباعه ويجيب مخه ويهرشه من فوق. فدي من اسباب الابستاكس. صح، يبقى تروماتيك التروما بنسي سواء سيرجيكال او اكسيدنتال، والفورم بورم اللي هي الفورم بورم. التروماتيك خلصت، الله يرحمك يا شيخ، التروماتيك خلصت. انفلاماتوري، انا رد ضميركم،
الانفلاماتوري ليجن اللي خدناها قبل شويه اقولها لكم بالترتيب اللي خدناه. النيزل بوري الالرجيك نيزل بوري، بعديها الراينوسكليروم، بعديها الراينيتس ان جنرال بكل الاسباب بتاعتها. طيب بعد هذا الانفلاماتوري تيومر، التيومر الوحيد اللي احنا خدناه ومنطقه القمر اسمها ريتراكت وينزل في سبير ديدنج والكلام ده ولكن مش كوم. ولكن لو هتقول حاجه باسكلر يبقى اي جي اندوفايبروم لان ايه اللي عندنا كده. خلصنا الاسكلر. اسالكم بس سؤال بتوع الاي تي سالوكم فيه كلكم بتلبسوا كده مش هنقول دلوقتي كل الاسباب اللي بتعمل الاستاكسس. حلو. What is the common cause of epistaxis in سنكم انتوا ده young age؟ يعني انت جايب استاكسس؟ طب استنى هقولها لكم بطريقه ثانيه. كم واحد فيكم عنده استاكسس؟ عارفين لو ما حدش رفع ايده تبقى مش بني ادم. لو ما حدش رفع ايده تبقى كائنات فضائيه غريبه. كم واحد فيكم اتليست جاله اتاك اوف استاكسس مره واحده على الاقل؟ ارفع. شايفين اللي رفعوا اهو حلوين كده؟ هما بتوع الاي تي هيعملوا معاكم نفس اللعبه دي لان معظم العيال الصغيرين عندهم ابيستاكس. حلو قوي. مش انا قلت الاسباب كلها جنرال ولوكال؟ يقول لك ايه الكومن سكوز اوف ابيستاكسس في سن حضراتكم ده؟ انت بتقول ايه؟ بوكس. انت جالك ابيستاكسس؟ حلو. يعني كل مره كان الواد يديك على قفاك والبوكس ويجيلك ابيستاكسس؟ كم واحد منكم اتضرب في مناخيره قبل الابيستاكسس؟ ده واحد. يعني هل كل المصريين بيتضربوا على قفاهم كده زي ده موضوع تاني؟ غلط. اللي بعد الجو حر. انا مش دلوقتي عندي بيشنت، عندي ناس اهم. كم واحد فيكم جاله ابيستاكسس وهو كان قاعد بيتسلق في الحر؟ اما الجو يبتدي يحرر كم واحد فيكم جاله ابيستاكسس والجو يبتدي يحرر؟ لحظه انت رفعت ايدك بس. And this is not the commonest. ايه اشهر سبب الابيستاكسس؟ بس بقى طب انا الحق عليا انا بعلمك. انا ممكن اسحب الابيستاكسس دي في لحظه. What is the commonest cause of ابيستاكسس in young adults؟ والاجابه هي الديوباتيك. عارفين يعني ايه الديوباتيك؟ يعني من غير سبب. احنا عارفين الميكانيزم ومش عارفين السبب. لان في العيال الصغيرين في سن العيال اللي قاعدين دول كلهم اللي رفعوا ايديهم عندهم حاجه اسمها فراجيليتي اوف ليتلز اريا. الليتلز اريا اللي بيحصل فيها انستموزس اوف ليزل بلاد فيسل اللي هي بتبقى عند السيبتم فبتبقى ضعيفه فبينزف من غير سبب. فهمتوا حاجه؟ الكومن سكوز اوف ادوليسنت ابيستاكسس يانج ادلت از ايديوباثيك. اللي يقول غير كده يبقى حيوان. فاهمين؟ احنا متاسفين ان ما كتبوهاش. لان على فكره اي كلمه انا بقولها لها هدف. دلوقتي حضرتك ليه المشكله؟ المشكله انت بعد كده هتبقى دكتور في اي مصيبه. فيجي لك عيل صغير عنده ابيستاكسس، انت لازم تعرف السبب. فتعمل له كل الانفستيجيشن وتسال حد ضربك على قفاك في مناخيرك؟ يقول لك لا. تقول سبحان الله ايه ده؟ كل العيال اللي بيجي مش ما قدرتش اوصل للسبب ليه؟ وانا وحش ولا ايه؟ لانك حمار مش عارف ان اشهر سبب من غير سبب. فهمتوا حاجه؟ لو واحد جاله بيستاكس يلا بسرعه عشان برضه الهدف يطلعوا دكاتره. اما واحد يجي له بيستاكس حضرتك يقع ايه الفيرس ايه؟ لو واحد جاله بيستاكس يعمل ايه؟ يروح عامل كومبريشن لمناخيره يعمل فليكشن اوف ذا نيك ولا اكستنشن؟ فليكشن ولا اكستنشن؟ فليكشن. ليه فليكشن؟ عشان بهايمه يعني هو قافل. على فكره انا هقلب الموضوع اخش على بعده. لا لا طلبه المنظر هقلب والله خلاص. حضراتكم لو في ميستاكسس بتروح حضرتك عامل كومبريشن اوف ذا نوز وتعمل فلكشن. بتعمل فلكشن حضرتك مش عشان الهبل اللي في الفلكشن. دم اللي يبلعه يبلع عينك. ما انت لو انت قافل مناخيرك الدم لو كتير هيتحوش وهتبلعه بره. الفكره كلها بنعمل فلكشن عشان نريلاكس النيك فينز. لان انت لو عملت اكستنشن هتسترتش النيك فينز.
فهتعمل كونجيشن فالنزيف يزيد اكتر. لكن بتعمل فلكشن عشان تريلاكس النيك فينز. مالهاش دعوه عقبال على الدم خالص. قدر النزيف ما يقفش. نجيب جوز شاش حته قطنه ونحط عليها نور بنفرين لا مش ادرينالين في السوق ونحطها وندوس عليها بشرط ان ما يبقاش عجوز. لان لو عجوز هيقفل له الستاكسس هنا وهيفتحوا له السيربرال هيموج بالهام. قدر النزيف ما وقفش. ما عادش يقول نوديه عند الدكتور لان انت الدكتور يا حبيبي. قدر النزيف ما وقفش. بنعمل له انتيور ليزر باك. بنجيب ربطه شاش ونحطها في فازلين زيت الفازلين. ونمسك الحاجه كده بيسموها كروكودايل فورسبس زي حاجه مقص مطصش وندكك له نحشيها له بيها النزل كافيتي على الناحيتين ونحط بلاستر. قدر النزيف ما وقفش. هينزل من ورا حضرتك لان انت مش قافله ورا. نفك الانتير نزل باك نطلع قرطين الشاش من هنا ونجيب قسطرتين بول. شايفين قسطره البول اللي قدامكم دي؟ دي قسطره اسمها فورس كاست. ونروح مدخلها له من هنا ومن هنا. قسطره البول لما تيجي تنفخها تطلع بالون. وروح نفخنهم في زور وروح شدنهم كده يبقى فنا مين؟ ونروح عاملين له انتيور باك اسمها انتيور عند بوستيرو نزل باك. قدر النزيف ما وقفش. بتقص الاب تو سيلكتيف ليجيشن اوف ذا كاروتيد ارتري. ساعات بتوصل لكده. الستاكسس از ايمرجنسي. الستاكسس انتوا اللي هيكتبوا فيه البوستيرو نزل انتيور ولا بوستيرو نزل باك. لكن ساعات بتوصل اب تو سيلكتيف ليجيشن. فول ستوب. ولا افضل ان انا بعدك. دي لابس. خلصنا كده. الأبر اسبيراتوري عشان نضيع وقت. طب انا عادي انا هقول لك الموضوع ده كاتيجوري بيه يلا مش مهم اللي بعده ده كاتيجوري ايه واخلص هو انت هتغلب. اللارنجيتس في حاجه اسمها اكيوت لارنجيتس. الاكيوت لارنجيتس دي اكيوت كاتاريزيشن اوف ذا لارنجيميكوس. الاكيوت لارنجيتس مش مهمه لان الاكيوت لارنجيتس سيمبلي في معظم الاحيان الايتيولوجي بتاعها في العيال الصغيرين بيبقى فيروس. في الكبار بيبقى انهاليشن اوف ايريتان جازس او فيومز. اشهر حاجه تعمل اكيوت لارنجيتس وطبعا محدش يقدر يكتبها عندكم اما واحد يبدا يشرب حشيش. يعني الحشيش ده ايريتان فيومز. والله في مطربه مشهوره كده لما بدات تشرب حشيش تلاقي شكلها حشيش. بيشربوا حشيش تعرفوه من صوته. واحد كان صوته حلو ولطيف كده فجاه ما خرش. في الكبار بسبب انهاليشن او انجاز او فيومز او الرجي. في العيال الصغيرين بتحصل بسبب فيروس بالذات البارا انفلونزا فيروس والانفلونزا بس بالذات البارا. البارا انفلونزا فيروس مش بتأفكت اللاميلي البروكسيمال بارت اوف ذا لانج فبتعمل لا راينيتس وفارنجيتس وتراكيتس ولارنجيتس دي بنسميها كروب. كروب يعني محسوب لان الانفلاميشن في حته لما الانفلاميشن في كل حته بيسموه كروب. والعيال دول مين بيشتكوا من بيرسيستنت كاف وذ ريسبيراتوري سترايدر. يعني سترايدر سده في الابر سبيراتوري. ده اللي هم بيقولوا عليها اللي يعمل حاجه زي السعال الديكي يعني تلاقي دي كحه كحه بس كده يعمل كده. انا مش بارك انا بتكلم جد. ده بتشخص بيها الواد بيفطس لان لما يكون في سده فوق. This is strider. دي اسمها كروب ودي فيرال. لو اديته انتي بايوتك هيسد خالص. لو اديته دايليتر برونكو دايليتر رياكشن له هيقفل وهيموت. وبينقذ الواد نابيلايزر على ميه من غير ما نحط عليه برونكو دايليتور خالص. فلازم تشخصه. ما بتشخصش الا كلينيكال. سبب الاسترايدر والاسبيراتوري ويب اللي انتوا سمعتوها ديت دي بتبقى سبب افكشن اوف ذا لابس اكيوت لارنجيتس. حضراتكم في حاجه كرونيك في اللارنس اسمها تي بي اوف ذا لابس. بس اوريدي موجوده في حلها. التي بي في اللارنس دي برايمري ولا سكندري؟ ومعظم الاحيان هو سكندري بس. سكندري من مين؟ من بالمونري كاف ديسبيوتا. وهو طالع يوصل للابس هيتميز بالتي بي انسر. فاكرين التي بي انسر؟ الاتش بتاعتها كانت اندر مايند والفلور كيزيس والبيز فير. والتي بي في اللارنس بري كانسرس اور نوت؟
not precancerous. التي بي مش precancerous في السكين سكند. سكوب السيل بابيلوما اوف ذا بنايت تيومر الانفلاميشن اللي ريدكس اوت باي السكوب السيل بابيلوما ده احنا خدنا سكوب السيل بابيلوما قبل كده بتفتكروا بنايت تيومر احنا خدنا تفاصيله كمان السكوب السيل بابيلوما اوف ذا لاركس دايما بتبقى ريليتد بهيومن بابيلوما فايروس اللو ريسك جروب ولا الهاي ريسك جروب لان احنا خدنا الكلام ده من اللو ريسك جروب 6 و11 الهيومن بابيلوما فايروس اكتر من 100 سيرو تايب 6 و11 اللي بيعملوا بنايت لكن 16 و18 اللي بيعملوا مالجنت فهو دايما بنايت سنسيتيفيتي للتيومر ريليتد هيومن بابيلوما فايروس لو ريسك جروب 6 و11 لان كلينيكالي ما يهمهمش الكلام ده كلينيكال يهمهم ان السكوب السلبة باللومة ولو دمك ودام نظار ده لارينجو سكوب دايركت مش اندايركت وداخل في اللاركس تعرف شكل اللاركس لو؟ فين انتيرو وفين بوستيرو؟ شايفين الحاجة اللازقة من قدام ديك؟ اللاركس ترو بوكال كورد لازقين من قدام وسيبرت من ورا يس فحضراتكم ده طالع له مالتيبل فنعرف ان ده عيل صغير السكوب السلبة باللومة in children number 1 بتبقى مالتيبل ليه مالتيبل لان المناعه لسه ضعيفه فبالتالي الفايرال انفكشن بيبقى وايد سبريد بتبقى ريكارد لان المناعه لسه ما اتكونتش كويس فكل شويه انفكت بيها فكل شويه في بدايه الشتاء يخش في هذا الموضوع وعلى فكره this سكوب السيل بابيلو in children بريزنت كلينيكال اس كروب تعرف الكروب سائلها الوادي بقى عنده كف والسبرايند سترايك السكوب السيل بابيلوما ان تشيلدرن في معظم الاحيان بيقولوا ان الفيروس دخل الواد بثرو انهاليشن ده كونجنيتال ترانسميشن من انفكتد مادر يعني كونجنيتال موست بروبر الفيروس دخل والواد بيتكون ومناعته لسه ما اتكونتش كويس السكوب السيل بابيلوما ان تشيلدرن بتبقى سنجل ولا مالتيبل recurrent or not بتبقى recurrent precancerous or not not precancerous not precancerous in adults ادي ده شكل سكوب السيل بابيلوما in adults السكوب السيل بابيلوما in adults عكس in children لان دي سببها inhalation في معظم الاحيان بتبقى سنجل لان المناعه مكونه حلو في معظم الاحيان ما بتبقاش recurrent يعني يجيله مره وخلاص precancerous or not not precancerous اجاك مره ايه بقى الريديشن اللي هتعمله وده له ريسك جروب فايروس فمين اللي انا بقوله خلي بالك اهم هيتوالى يجيبوه اكس كيو ان تشيلدرن وانا بفسرها لكم ليه ان تشيلدرن سكور السيل بابيلومز ار مالتيبل ريكارد ان ادلتس ار او از سنجل اند نوت ريكارد لان سببها انهاليشن مش كونجنيتال ترانسميشن شكلها زي اي بابيلومه بتبقى فايف فينجر لايف بروجكشنز او بروجكشن تحت الميكروسكوب اي بولب او بابيلومه ودي سلايد مقرر عليكم بس مش في اللارك في اي حته احنا اللي عندنا في الجلد حضراتكم سي وسي السي اللي فوق اسمه كفر ايه نوع الكفر ستراتيفايد سكويمس ايبيثيليوم السكويمس سيل بابيلوم نورمال ترو فوكال كوردر سكويمس ما يعرفش حضراتكم فهي ستراتيفايد هايبر كلاست ستراتيفايد سكويمس ايبيثيليوم يعني هايبر كلاست متكامل تكاثر البيزل سيل وما كتبتش عندكم بيزل سيل هايبر بليزيا تكاثر البريكل سيل اكانثوزس تكاثر النيوكليتد كيراتين باراكيراتوزس تكاثر الاورف كيراتين النورمال كيراتين يعني هايبر كيراتوزس مفهوم حضراتكم دي شكلها خدناها قبل كده وانا ما بتابع الديتيل ده سلايد عندنا في العمل في بقى حاجه شبهها بس هي مش تيومر حاجه اسمها لارينجال ديوب دي مهمه جدا كلينيكيا ومهمه جدا في النظري نجيبها لكم بعد كده في العمل اللارينجال ديول اللي بيسموها سينجر ديول مغني اللي هي مشهوره في المغنيين والتيتشرز السينجر ديول هي هايبر بلاست يعني مش تيومر يعني مش تيومر يعني ري ولا ار ريفرسبل لو قلل الريديشن هتختفي بس قابلني لو قلل الريديشن هي هايبر بلاستيك ديول فين
in the middle one third of true vocal cord. يعني ما تجيش الا في الميدل one third. ايش معنى؟ لان هي في معظم الاحيان الريتيشن مش اشهر الريتيشن اللي كاتبه في الاول. ايه اكتر حاجه تريتد على الفوكال كورد؟ سموك. اما يجي حد يشرب سجاير مش ده اشهر سبب زي ما قلت. اكتر حته بيخش فيها الدخان الميدل وان ثيرد. ازاي؟ مش مهم دلوقتي. ودايما تبقى يونيلاترال يعني واحده. لكن اشهر سبب لها مشهوره في الناس اللي عندهم كرونيك فولت يوز اوف فويس اللي بيستعتمدوا في اكل عيشهم على صوتهم وبيستخدموه استخدام خاطئ. الاول تعرفوا ايه هو الهيلث يوز اوف فويس؟ ما هي الطريقه الصحيحه لاستخدام الصوت؟ مونوتونس ساوند. لو واحد عشان يستخدم صوته بشكل صحيح فما يحصلوش المشكله دي المفروض يتكلم مونوتونس. طب يا مونوتونس انتوا زي ما عاملين كويسين كله تمام اذا في وموضوع الهنجر وكده العيال تنام. فاهمين اللي انا بقوله؟ في ناس طبيعتهم شغلهم ما ينفعش يستخدموا الهيلثي يوز اوف فويس. لازم يستخدموا كرونيك ستريسفول ولا فولت يوز اوف فويس. اشهر ناس سينجر والتينشر. لا لو استخدمته مونوتونس العيال هتنام لان هو لازم يقعد يعلي ويوطي عشان البهايم يفهموا. فده بيعمل ريبيتد ميكانيكال تروما. انا قلت لكم ترو فوكال كورد من قدام لازقين في بعض من ورا ابعد ما يكون. مهما هيخبط عمر ما اللي ورا هيجي يخبط بشكل كبير واللي قدام لازق فهو مش هيخبط في بعضه. مين بقى اكتر حته عرضه للريتيشن بتخبط فيها؟ الميدل. The commonest cause of singer nodule is a chronic faulty use of voice. حضراتكم ودايما تبقى باي لاترال لان هو هيخبط في واحده ويسيب واحده ولا يخبط في الاثنين بتبقى باي لاترال. اللي بيشرب سجاير كومن بيبقى يوني لاترال. اللي بيشرب سجاير بيخبط في حته اكتر من حته بس برضه ميدل وانتر. اما نيجي نبص على رينجل او سينجر نيديول كلينيكالي ودي لازم نقولها هورسز اوف فويس. طب وانت ليه بتحزق عليها الاول؟ لان ده العيان هيظهر لك ازاي؟ هورسز اوف فويس. والمشكله ان هي شغله لو حصل هورسز اوف فويس دي بالنسبه له مصيبه. فهو ده البرزنتيشن بتاعه. في ناس شغلهم معتمد على صوتهم فهيروح نروح عاملين لهم الدايركت لارينجوسكوب. هنشوف المنظر اللي قدامكم ده لو داخل الدايركت لارينجوسكوب هنشوف زي ما حضراتكم شايفين في معظم الاحيان سنجل ولا مالتيبل. سنجل. لو في معظم الاحيان نلاقيها بايلاترال يعني على ناحيتين بتبقى زي ما حضراتكم شايفين سموث هيمسفيريكال نص دايره مش فينجر لايك. بيبقى حجمها دايما اقل من نص سنتي لان حضراتكم في نفس الحته لا بس قدام شويه. لو لقيتوا حاجه فوق النص سنتي دي تبقى كارسينوم. بتبقى اقل من نص سنتي بالمنظره ما بيحط عليها بتبقى فيرم وكفر باي انتاكت ميكوس لان كل اللي فيها بسبب الاريتيشن بس كانها كله بيطلع فيه التروبوكال كورد. تحت الميكروسكوب ايه نوع السيرفيس بتاعه؟ هو ايه نوع الابيثيليا في اللابس؟ ستراتيفايد سكويرس ابيثيليا. وتحتيه بنلاقي فاسكولارايز فايبرس تيشو بسبب الكرونيك اريتيشن وحضراتكم بسبب التروما اللي بتحصل بنلاقي فيه هايالينوزس وده باثوجنومونيك. بتلاقوا فيه ستراتيفايد سكويرس بتلاقوا فيه فاسكولار بلاد فيسل وبتلاقي فيه هايالينوزس او بينك هايالينوزس بسبب الاريتيشن. كومبليكيشن بتاعتها هورسز اوف فويس ودي مصيبه سود. لو شالها هترجع لان هيشتغل وهيخبط تاني. كانوا زمان بيشيلوها باي سيرجن دلوقتي بطلوا. دلوقتي بيشيلوها بالطريقه دي. حد شايفين حاجه بتنور؟ دي حاجه اسمها اركو ليزر. الاركو ليزر ده بيخش يعملوا دايركت لارنجسكوب ويروح جاي عليها ويروح حضراتكم مشغل الاركو ليزر ده بيعملها ايفابورايزيشن. فبالتالي كانوا زمان لما يجي واحد يشتكي منها كانوا يخشوا ويشيلوها له الجراحه. ومشروع الجراحه بيعمل حاجه اسمها تروماتيك اديما فيقعد بعديها شهر ونص هو مش قادر يتكلم ديسفون خالص وبعديها يرجع يتكلم فترجع له تاني. الوقت بيعملوا الارض والليزر ليه؟ عشان ايميديتلي بعد ما يعملها بساعتين ينفع يتكلم لان الارض والليزر ما بيبقاش معاها ديس تروماتيك اديما. بس مشكلته كلها انها ترجع ولا مش ترجع. ليه؟ لان ده طبيعه شغله. هل هي بريكانسرس؟ نو.
لكن ساعتها نقول له بقى احترم نفسك استخدم المايك فاهمين اللي انا بقوله ده. فبالتالي اتس فيري كومن، اتس فيري كومن، مشهوره جدا بالناس اللي بيعتمدوا شغلهم على صوتهم وهم مش فاهمين ازاي يستخدموا صوتهم، ولكن اتس فيري كومن اتس نوت بريكس. شفت الارك الليزر وشفت اللي انا بقوله ده؟ فين انتير وبوستير؟ فوق انتيرير ولا بوستير؟ انتير. تحت اللي انتوا شايفينه ده اسمه ترو فوكال كورد. اوكي، في بقى سكويبس سيل كارسينوما اوف ذا لاركس. السكويبس سيل كارسينوما اوف ذا لاركس ده سرطان حسن السمعه تماما، وكانوا زمان بتوع الباثولوجي بتوع ال ان تي بيسالوا السؤال كده، ظلم الانسان ده فين ازاي؟ فلما اشوف واحد من اوائل يشوفه على حاجه وعاوز يشوفه بقى يعني هارس المنهج كويس وعارف السرطانات كلها، يجي يقول له ما هو السرطان الذي تتمنى ان ياتي لك؟ فأول الدفعة كان في كتير منهم مبطحين يعني، كان يقول له سرطان الحنجرة بالذات جلوت الطيب. فين ده؟ يعني لو واحد دخل يقول لك ايه هو السرطان اللي تتمنى ان ياتي لك؟ فانت توافق وتقول له يجي سرطان الحنجرة دي؟ تقول له اسأل الله العفو والعافية بيه وما تجيبلاش حاجة خالص. قال لك هتسأل قول له لا الكانسر لا جلوت الطيب، لكن ما تنبطحش على طول كده. اه والله كان فيها يمكن يعني بينبطح على طول، يعني ادي نفسك فرصة ما تبقاش نفسك على طول. سلس يعني سكويمس سيل كارسينوما اوف ذا لاركس عكس النيزو فارينجال كارسينوما من السرطانات الحسنة السمعة، ممكن يعيش بيه الانسان 20 سنة بزيادة بلوت وضاوت سيرجري وضاوت ان هو يحصل له حاجة. ليه؟ اشرح لكم دلوقتي. سكويمس سيل كارسينوما اوف ذا لاركس البريسبوزنج فاكتور اشهر، دايما هعلمكم بعد كده ستامبا في اي سرطان بيبقى فيه عندنا البريسبوز ذا اكزاكت تولوجيز هاويفر ذا فولوينج ار الايج ده قاعده بس قلناها زمان اباف فور السكس مور المين ايه اللي يغلس كرونيك اريتيشن ايه اشهر حاجه تغلس الحنجره السجاير فول ستوب السجاير لازم تبطل يا ابراهيم هنعمل لك ايه لازم تبطل حضرات كرونيك ريديشن كرونيك هيفي سموك ده اشهر حاجه في الفتره اللي فاتت لقينا ناس جالهم كانسر لانس ولو سموكي زي ولكن بسبب الاسبيسس الاسبيسس ده حاجه منيله في الدنيا بس الاسبيسس الحاجه السبيسيفيك دوت الميزوثيليوم هنتكلم عنها بعدين ولكن يعني حكايه الاسبيسس مي بي اللي في الناس اللي ما بيشربوش سجاير لكن اونلي كرونيك ريديشن هو السجاير فاهمين اللي بقوله؟ الله يبقى معناها كده اللي رجع للديول بريك كانسر لا طبعا اتس اسوسيشن السجاير تعمل ده رجع للديول والسجاير تجيب سرطان بس مكان مختلف. حضراتكم لان كانسر لاركس بيمشي فيه كلاسيك سيكونس بتاع السرطان بسبب التعرض للسجاير هو ستريفاس فيلز يحصل فيه ديسليزي وكارسينوما انسايت ده حاجه واحده ما اعرفش افرقها. بعد كده ايه الانفيزو كارسينوما لونج لونج تايم فبالتالي البروجنوز بتاعه رائع جدا لان حضراتكم لو انتوا عرفتوا ان اشهر بريسبوزنج فاكتور ايه سيجارت سموكينج يكفيكوا زي حكايه الديسبليزيا والكلام ده احنا ما نقدرش نشخصه في مرحله الصفر بصراحه يعني لان لم ينجح الطب في اكتشاف السرطان في مرحله الصفر وانقاذ حياه احد من البروستيتيوت سوى كانسر سيرفكس ان بروستيتيوت. سايت اهدوا بقى معايا ادي اللي قدامكم دي حنجره الحنجره خدتوا اللاركس بتاع الاناتو بتاع اللاركس اساسي كان كاتيجوري سي عارف والله اللاركس انبوبه الانبوبه دي ثلاث اجزاء ادي حته فيها الجلوبتك اللي هي ترو فوكال كورد فما فوق الجلوبتك اريا سوبرا جلوبتك ايه ده ما تحت الجلوبتك انفرا او سب جلوبتك صعبه دي انبوبه ثلاث حتت اما نحب نالف السايت في اي سرطان بنسال نفسنا كم سؤال سؤالي بتوع العلاج مقسموا على ايه بتوع العلاج مقسموا الارز ليه الجلوبتك والسوبرا وانفرا صح تاني سؤال ايه اكتر حته عرضه للراديشن هنا في اللانس مين اكتر حته هو الاول بريسبوز فاكتور السجاير فاكتر حته هيخبط الدخان جلوتك بالعقل يعني فين في الجلوتك
الفوكال كورد من قدام لازقين في بعض فمقفولين، في النص مفتوحين، في الاخر مفتوحين خالص. الدخان هيخبط اكتر ما يكون فين؟ في المقفولين خالص، في الانتير وان ثيرد. فدايما ايه ده؟ اللارنجال ديود، اللارنجال بولب كان بتيجي دايما فين؟ ميدل. لكن السرطان انتير، مش معنى السرطان انتير؟ لان دي اكتر حته مقفوله، اللي هم لازقين في بعض. فبالتالي السيرفس اريا كبيره، فدي اكتر حته بيخبط فيها الدخان. وده جلوت، وده 10 نور 60%. لان يليها بعد كده مين؟ بالعقل. سوبرا ولا صب؟ فوق ولا تحت؟ يليها فوق. لان لما باخد نفس الكونسنتريشن بتاع الدخان اكتر ما يكون فوق، كل ما ننزل الكونسنتريشن بيقل. فيليها بعد كده سوبرا واقل ما يكون صب. مفهوم؟ مين اشهر نوع؟ جلوت. ومين احسن نوع؟ جلوت. ليه؟ لانه يرلي دايجنوست. هنشوف ازاي. حضراتكم بعد السايت اللي فاتت دي كانت جلوتك في الانتير وان ثيرد اوف ترو فوكال كورد، شكلها كده التيومر ده فانجيت. لان ممكن يبقى زي ما حضراتكم شايفين سوبرا جلوتك، وده نوع وسخ قوي عشان يقدر الليمفاتيك سبريد. يلي بعد كده سب جلوتك، ودي مالجنت انسر، وده نوع فيري رير وما بتشخصش. حضراتكم المورفولوجي زي اي سرطان طالع من سيرفس بياخد كام شكل من الاشكال الزمنيه؟ يا اما يبقى فانجيتنج ونكتبه صح، هو بريبوينت فانجيتنج كارفلاور مراجل كارفلاور كارفلاور ماسوس بروتيز. يا اما يبقى السريتنج بلينك داس ريزنج بلينك كارفلاور بروتيز بيس. يا اما انيلر فيري رير اللابس تحت الميكروسكوب. يعني ازاي الميكروسكوب في اي سرطان؟ ايه نوع الابيثيليوم؟ سكويمس. يبقى ايه نوع السرطان يطلع؟ سكويم السيل كارسينوم، من اول ويل ديفرانشيتد لحد بورلي ديفرانشيتد. حضراتكم في معظم الاحيان على الجلوتك. اشمعنى الجلوتك؟ يعني الجلوتك ده اللي هو بيطلع سرطان على التروفوكال كورد. يا راجل ده انت شرقت في رصايه وجت على التروفوكال كورد مش عارف تتكلم. فما بالك بقى طلع تيومر فيها؟ فيبريزنت والتيومر صغير قوي. فحضرتك بيحصل لك بحث صوت. فتروح عند بتوع الاي ان تي فيقول لك كانسر لانس انت البروفا نوايز، فياخدوا بايوس. فتعتقد التيومر يبقى عامل ازاي تحت الميكروسكوب؟ ويل ديفرنشيت. التيومر بيبقى ويل ديفرنشيت. ومعظم التيومر يبقى اكزوفيتك طالع لفوق مش انفيد. اللي ده بيسموه بالروكس كارسينوم. لان ساعتها التيومر بيبان تحت الميكروسكوب زي الصوابع او سنان المشط. فيسموه بالروكس كارسينوم. خلي بالك الفيروكس كارسينوما دي بنايرا مالينجنت تيومر مالينجنت. الليمفو ابيثيليوما دي بنايرا مالينجنت. ايه الفرق بينهم؟ الليمفو ابيثيليوما از اندفرنشيتد كارسينوما وفيها بنايرا ليمفوسايت. اما الفيروكس هي ويل ديفرنشيتد سكويرا سيل كارسينوما وملي اكزوفيت. فالبروجنوز بتاعها رائع جدا. تعرفين علاجها ايه؟ بيكحدوها. يعني ما يشيلوش حنجره، مجرد تكحيد بس. مجرد ان يعمل لها كرات. مفهوم؟ حضراتكم السبريت سوري كريكال بيكتشر هورسز اوف فويس. ودي قاعده اي مين راجل اباف ذا ايج اوف 40 لو تركوا قبل كده كرونيك هيفي سموك كامينج تو كومبلينينج اوف هورسز اوف فويس مور ذان 3 مانثس از كونسيدرد از كانسر لارنكس اندر بروف اذروايز. وتركوا انت قلتلكوا امتى؟ شاطر يا واد. اللي هو اللوكالايز ديوباثيك اماليدوزس اشهر حته بتطلع فيه اللارنكس. قال لك اعتبره مش عالجه، لان في ناس اتشالت اللارنكس بتاعتهم اوانطه بالاعتماد على هذه القاعده. حضراتكم الاميلويد بريزنت باي هورسز اند فويس، وممكن يجي في واحد كبير وبيشرب سجاير. فبالتالي قال لك اعتبره مش عالجه، لان انت والله لو متربي مع السرطان مش من حقك تقول ان ده سرطان. ايه اللي هعمل؟ بايوبسي فروم ان اكسبرت باثولوجيست. مفهوم؟ حضراتكم السبريد زي ايه سرطان؟ السبريد ازاي؟ دايركت. يلا مين اللي جنب اللابس؟ مين اللي جنب اللابس؟ فوق تروح للفاركس، تحت تروح للتراكيه، ورا تروح للاوسوفيكس. سهله يعني. قدام تروح ليه؟ بقى
الهربس البق تروح للثيرويد اتس نوت كومن. سرطان الحنجره حسن السمعه لان بتشخص بدري لان اشهر نوع بلاطك. نمبر 2 اللارنس جوه اللارنجال كارتج واللارنجال كارتج حضراتكم ده ناتشرال فاريال اجينست سبريد تيوب مش كانوا بيعيشوا بيها فتره طويله. الليمفاتيك بيبقى ايرلي ويروح للسيرفايكال ليمف نود. مين اكتر بقى واحده تبعت؟ السوبرا جلوتك لان السوبرا جلوتك اريا از فيري ريتش ان ليمفاتكس عامله زي الاسندنج اورطه كده في السيفلس فسهل جدا تبعت من الاول البروجنوز بتاعك بيبقى اوحش طبعا. البلد بيبقى ليت ويبعت للليبل ال ولا ال في الاول ال ولا ال ما هو الليبل دي بتبدا بال اول ولا جابه لاند وليس ليبر. This is the carcinoma of the larynx. علاجي اما واحد يجيله سرطان الحنجره يعملوا ايه؟ البروكس بتتكحل بس ما بيعملوش حاجه. طب لو نوع بقى انفيزيف مش بروكس شيل الحنجره. طب لو شيل الحنجره ينفع يتكلم؟ يتكلم طبعا لان ما هو عضو الكلام في الانسان اللنج اللي بيتكلم الرئه. فما وظيفه الحنجره؟ امبليفيكيشن. فلا اما يستخدم الكترونيك لاركس زي اللي قدامكم ديت ودي ب 25 جنيه ده مش جهاز ده هبل دايره تكبير مايك بدايره تكبير وسماعه فبياخد الفايبريشن بتاع التراكيه ويعملها صوت. عيبها ان هي بتبقى مونوتونس. عيبها ان هي بتبقى مشدده بالذات عامل ايه كويس بالشكل ده. فبعد كده في فرع في الاي بي تي اسمه فرع الفوريتكس التخاطب بيعلموا الناس يستخدموا حاجه اسمها جاستريك فويس. جاستريك فويس ان يبلع الهواء ويتكلم من معدته اقل مجانين يعني بس المهم انا ما اعرفش اعمل ايه. انا كنت كتبت قصه قبل كده جاستريك فويس. المهم ما دي فكره اللعبه بالعروسه لما بيقعد العروسه على ناحيه الشمال وكان الصوت طالع من العروسه وهو واقف البوق ده بيتكلم جاستريك فويس. في بقى ديزيز الدولاب لازم ابداها ديزيز الدولاب ده فاشل وقدامي خمس دقايق. ديزيز الضلام 10 صفحات ده عند المعالي. عارف لو عمل 10 صفحات خلصت خلصت وشيء. انا بتكلم على اي حد. انا اسف يا دكتور علي ابره ما توسخش يا ابني اللام بس بقى هاخد بس المقدمه وراها اللام اللام. احنا عندنا لانجتين والفرق ان اللانجايه اليمين ثلاثة لوب والشمال اثنين لوب وان فيشر. اللنج هنبدا بالانفليميشن. اول انفليميشن في اللنج اللي احنا خدناه حاجه بيسموها اكيوت تريكيو برونكايتس اللي بيسموها النزله الشعبيه اللي هي عامله بالظبط زي الاكيوت لارنجايتس. الاكيوت تريكيو برونكايتس اللي هي الاكيوت برونكايتس النزله الشعبيه حضراتكم في معظم الاحيان فايرال اللي هي جزء من الكومن كول. يعني الفيروس شيء في مناخيره ويسكت يعني ما بينهيه فبالتالي فيروس. اشهر فيروسات بتعملها فار انفلونزا فيروس راينو فيروس ريسبيرات اسنسيتي. ولكن اشهر واحد كان زمان ميزلز. الميزلز كنا زمان بنشخصه الحصبه بعمليه الريسبيرات الويب ده اللي هو يكح يكح لان هي بيبقى فيها لارنجيتس وفيها برونكايتس في الاطفال. بس الميزلز ناوى دي مش كوم عشان بتطعم بكتيريا. اشهر بكتيريا بتعملها النيموكوكاي. مجرد ان انا نزلت تحت السوبرا ستيرال نوتش اشهر كومنسل تحت ستريبتوكوكس نيمون اللي هي النيموكوكاي وتحط اي نان سبيسيفيك. كرونيك اريتيشن زي هناك لارنجايتس اردن فيوم داست سموكينج. حتى لو شربوا سجاير بيبقى عندهم اكيوت تريكيو برونكايتس لو شربوا سجاير بكميه رهيبه ورا بعض. الانفلاميشن بيبقى كاتارال انفلاميشن وبيكح مخاط ميوكوبيرمنت او ميوكويد ديسشارج. انا هقسم وامشي. النيمونيا اسمها نيمونيا وليس نيمونايتس. انا هقول التقسيمه وراها لان التقسيمه دي مهمه جدا. النيمونيا الالتهاب الرئوي الصح اسمه ذات الرئه لان هما زمان كانوا بيتخيلوا ان الالتهاب ما بيجيش الا في الرئه. هما اول ما درسوا الانفلاميشن درسوها على اللنج والبلور فسموا التهاب الرئه
نيمونيا ذات الرئه والتهاب البلورا بلوريزي ذات الغشاء البلوري. فبالتالي دي اول القصيده طوف لان ده انفلاميشن ومفهوش لفظ ايتس. النيمونيا انا اقول التقسيم هو مش بتخافوش. النيمونيا از اللي انا اقصده از انفلاميشن اوف لونج اهم الجلد with consolidation بين قوسين اللي بيسموها hepatization. يعني ايه؟ عندنا الفلاحين بيسموا الرئه فيش لما بتدوس عليها تفش، لكن لو دوست على الليفر يفش معاك. فبالتالي عشان تقول ان دي تيبيكال نيمونيا لازم تدوس على الحته دي بالسماعه تسمع consolidation، بالاكس راي تشوف كبده، تشوف كلاسيك هيباتيك لبيون هيبقى فيه اكسيدنت مال القلب للسبيس. النيمونيا حضراتكم انفلاميشن اوف لونج بارينج اهم كلمه والكونسوليديشن اوف لونج، لان بنقسم الاكيوت بكتيريا النيمونيا ما نقسمهمش لنوعين، لا اما بكتيريا قويه على نورمال لونج منعتها temporary decreased، واشهر سبب للtemporary decrease of immunity الشيء، والاشهر منها البهايم اللي يجوا بالشتاء يقول لك عاوزين نستحمى ميه من الحنفيه، ميه الحنفيه حلوه تستحمى بالساعه كده في ميه الحنفيه بتحافظ على صحتك، فيجي لك نوبه نمونيا وان شاء الله ربنا يسهل وتدي. هي دي انا ههرج اللوبر نيمونيا بكتيريا قويه على رئه نورمال ولكن الاميونيتي بتاعتها تمبري ديكريس. خدت كلام حاجه على حاجه كده في قبل كده الانفكت بالاندوكاردايتس بشكل عام الاكيوت والسب اكيوت، مفهوم اللي بقوله؟ لان اللوبر نيمونيا هي اكيوت ديفيوز فايبرنس انفلاميشن ذات افكت على الاقل لوب من الرئه فاص، ممكن تاخد اكتر من فاص. حضراتكم سمبلي اللوبر نيمونيا بكتيريا قوية على رئة مناعتها تمبري ديكريست. اناتوميكالي لازم تاخد فاص، ما تاخدش فصيص، ما تاخدش حتة، لأن في العكس، العكس دي مصيبة قاتلة في معظم الأحيان. ده الجار اللي عندكم لوبر نيمونيا اللي تحت بقى كونسوليديتد هنشرحه بعد كده ان ديتيل. حضراتكم طبعا احنا هنشوف الكونسوليديشن بالإكس راي وهوريكم كمية اكس راي هنا بقى من اول هنا للصبح اكس راي كتير. النوع الثاني اسمها برونكونيمون اللي دلوقتي بيسموها سيبتك برونكونيمون اللي كانوا بيسموها زمان لوبيلر نيمون مش لوبر، كانوا بيسموها لوبيلر فصيص. حضراتكم اللوبيلر نيمونيا هي باتش ديستريبيوشن اوف انفلاميشن، يعني باتش that affects one or more lobes. ازاي؟ دي بكتيريا عره او قويه ما تفرقش معايا، لكن في من في رئه جت على رئه ما فيهاش مناعه، ما فيهاش مناعه خالص، فالبكتيريا هتنزل مع البرونكاي فتعمل كونسوليديشن للسراوندنج الفيلاي، يعني انفلاميشن بياخد الولف برونكاي وبياخد السراوندنج لانج، فعشان كده سموها برونكو ليمون. اهم كلمه فيها ان هي بتيجي على رئه مناعتها permanently decreased. اشهر واحد ميت بيها قريب احمد زويل، هو احمد زويل مات بسبب ايه؟ المنظمة اللي هم هي الكوز اوف ديث اسفكس على علمك مصادر برضه بوليو مات بسبب سد البرونكو اللي لان حضرتك المناعه permanently decreased. حضراتكم بعد كده تفرقوا ازاي ما بينهم؟ انا اللي يهمني التقسيم عشان اقول تفرقوا ازاي، لان دي هتجيلكوا جيز سن العيان. لو قال لك عيان بيكح وسخن و و و والكلام ده كله عنده مانيفستيشن في اللنج وسنه حضرتك 6 شهور سنه سنتين 75 سنه يبقى لوبر ولا برونكو نيمونيا؟ برونكو. قال لك عيان سنه 20 25 30 سنه لوبر. اللي بتيجي في الاكستريم اوف ايج ذيس از لوبيلر سبت برونكو. اللي تيجي في اليونج ايج ذس از لوبر، لان اللوبر نيمونيا دواء دي ليست بقاتله، لان وانس العيان خد انتي بايوتيك هيابورت الستيج. اما السبتيك برونكو نيمونيا ان جنرال كونديشن بشكل عام
قاتلة بنسبة 98% من الحالات. ونكمل إن شاء الله النوبة.